مرحبا بكم مجددا ملعب 7 نوفمبر بيرات. سلمكم حكم هذه المباراة عصام عبد الفتاح من مصر، طبعا مدربي المنتخب أوبرتو كويلو المدرب المنتخب التونسي، وفان مارفيك مدرب المنتخب الهولندي. نمشيو لين مباشرة مع توفيق اللي بسؤال التعليق على هذه المباراة. نتلقاو بكم احنا ان شاء الله ما بين الشوطين للتحليل الفني. طبعا امامكم سيد وزير الرياضة، وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية سيد سمير العبيدي اللي صافح في لاعبي المنتخبين. توفيق اهلا بك رازي، مرحبا بك. اذا هذا هو الملعب مدينة 7 نوفمبر برادس، وننقل لكم مباشرة المباراة الدولية الهامة لتجمع منتخبي تونس وهولندا، ونتمنوا باش تكون هذه المباراة طيبة جدا بالنسبة للمنتخب التونسي حتى يعرف التشكيلة النهائية اللي باش تدور المقابلات الرسمية، خصوصا وان الموعد اول مباراة باش يكون يوم 28 مارس في كينيا بالذات، ويعتبر هذا اللقاء جدي وجدي. موسى عبحة من كافة اللاعبين بالنسبة للمنتخبين كان من قبل وزير الشباب والرياضة وكذلك كاتب الدولة للرياضة، ووالي بن عروس حاليا قاعد يصافح في لاعبي المنتخب التونسي. كذلك ثم جو احتفالي كبير، ولو أن الأعداد ما كانتش غفيرة في هذه المباراة، خصوصا أن التوقيت هذه المباراة ماهوش طيب جدا. أمامكم من طاقم التحكيم يتكون من كل من عصام عبد الفتاح من مصر، يساعدوه كل من أيمن الدغاش وأحمد أبو علاء، والحكم الرابع هو يسر سعد الله. النشيد الوطني للبلدين، وأمامكم لاعبي المنتخب الهولندي بكامل النجوم متاعه في هذه المباراة، وبعد قليل سنستمع إلى النشيد الرسمي الهولندي. هذا النشيد الرسمي الهولندي، والآن النشيد الرسمي التونسي، والآن نستمع إلى النشيد الوطني التونسي. كالعادة كانت دائما وأبدا تحاول باش في كل المباريات تكون حاضرة ولافتة تدعو كافة الجماهير بالتحلي بالروح الرياضية، وهذا هو الأهم في الرياضة. ثم كذلك بالنسبة للجامعة التونسية لرياضة المعوقين تحمل لافتة كذلك كبيرة، ومدام ثم الامل في الحياه دائما وابدا، خصوصا المعوقين نتاعنا كانوا يشرفونا شرف كبير جدا في الالعاب الاولمبيه الموازيه اللي دارت سنه 2008 ببكين، وكانوا جناو العديد من الميداليات اللي خلات تونس تحظى باهتمام كبير وبثقه كبرى. تفضل احمد. تفضل احمد. توفيق هما الى جانب سهيل بالراضي باش يسالوا على الطاير. سهيل خط الدفاع كانوا فيه معناتها ما فيش توازن، عمار جمل وخالد سويسي مستانسين بهم في محور الدفاع.
ولا ماك تعرف معناتها المنتخب الهولندي عنده قدرات معناتها لانيماسيون اوفونسيف تاعو قويه برشا يعني سورتو القدامى يعملوا يجموا يعملوا ديفيرونس في اي وقت دونك على ذا يظهر لي خير المدرب واللي طال الفني باش يلعبوا معناتها باربعه مدافعين صريحين خاطر معناتها باش ما ريسكيوش من الاول الظهير كي يطلع يعني فما ديزيسباس يجم يخليهم دونك على ذا شويه كيما نقولوا احنا بريكوسيون وكا وان شاء الله دزيام ميتون تبدل بالك شيء. يعطيك الصحه سهيل تفضل توفيق. شكرا احمد. اذا كانت هذه مواكبه اولى ومصافحه اولى مع كثير من اللاعبين وان شاء الله نتابعوا المباراة من جميع الجوانب وكالعادة ربما نحاولوا باش نعطيكم تشكيلة الفريقين بالنسبة اللي تحكم بنا الآن. بالنسبة للمنتخب الهولندي مارتن ستيكلنبرغ يون هيتينغا أندري أوير جوريس ماتيزان إدسون براهيد مارك فان بومل روبين فان بيرسي نيجيل ديونغ ديريك كويت ويزلي شنايدر وأريان روبين. هذه كانت تشكيلة المنتخب التونسي الهولندي. بالنسبة للمنتخب التونسي حمدي القصراوي في حراسة المرمى، خالد السويسي، عمار جمل، راضي الجعايدي، كريم حقي، أيمن الدمعي أول مباراة بالنسبة لي، جمال الساحي هذه ثاني مباراة لي لعب مونبيليي، حسين راقد، أمين الشرميتي، فهيد بن خلف الله، محمد السليتي. بالنسبة لاحتياطيي وامامكم بالنسبه لضربه البدايه فوزي ارزيق احد عناصر المنتخب التونسي للمعاقين هو اللي باش يعطي ضربه البدايه لهذه المباراه. وفوزي ارزيق كان تحصل على الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه الموازيه وفخر كبير لعناصرنا اللي كانت تالقت احسن تالق في الالعاب الاولمبيه الموازيه وخليت كل الناس تتحدث عن المنتخب التونسي. إذن بالنسبة للتشكيلة كما لاحظوا ربما ثم باش تكون معايا قراءة فنية آنية مواكبة مع حكيم براهم إلى جانب سمير السليمي وأحمد المغيربي اللي باش يعطيكم فكرة عن مجمل الشوط الأول بعد مرور 45 دقيقة كاملة. وحكيم إبراهيم كما لاحظوا من الوهلة الأولى ثم ربما بعض الإشكال فيما يتعلق بالتشكيلة على حكاية ربما يعتبروا أنه ثم ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين أو أربعة يلعبوا في المحور. كيفاش ترى أنت من رؤيتك أنت الخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن المنتخب معناها ولا المدرب الوطني قام باختيار أربع لاعبين يلعبوا معناها الاختيار هذا علاش على أي أساس خذا هذا معناها هل يفتقر المنتخب التونسي لظهيرين ظهير أيمن وظهير أيسر يلزموا يفوز بثقة المدرب في المنطقة ذا في المكان هذاك. لكن في نفس الوقت ما ننساوش كونه خالد السويسي وعمار جبل اللي لعبوا في السابق كظهيرين ظهير أيسر وظهير أيمن صحيح عندهم لكن الوقت الحاضر قاعدين ينشطوا في محور الدفاع. هل هذا الاختيار معناها جيد ام فيه معناها مخلفات ثانيه من بعد نشوفوه في وسط في المقابله تو نشوفوا معناها الاختيار معناها صحيح صايب ولا مو صايب. اذا مارك فون بومل امام الكره في تنفيذ هذه المخالفه. اذا يخليها لشنايدر تتوزع وتخرج الكره وقبل ذلك ثم مخالفه يعلن عليها الحكم المصري. عبد الفتاح كان امامكم اندري اوير وهو قائد الفريق اللي يصعد دائما ومدن الهجوم في الكرات الثابته. بالنسبه للزملاء التقنيين في الحافله لانه قاعدين نسمعوا في الصوت في رجعه الصدى قاعد يرجع لنا اذا كان بامكانهم باش يقصوا علينا الصوت حتى تمكن من النقل في ظروف طيبه. على كل حال ترجع الكره الى الدفاع وتوصل مباشره من السويسي الى حارس مرماه. راضي الجعايدي مازال يبحث عن المساندة. يلزم بالنسبة للمنتخب التونسي في بداية هذه المباراة خصوصا لما يلعب مع فريق عنده خبرة كبيرة يعرف كيفاش يتصرف فيها. وفهيد بن خلف الله تحصل على تماس. تماس من جديد لفائدة المنتخب التونسي وفهيد بن خلف الله يترك الكرة
لزميله السويسي وتخرج ضربة مرمى لفائدة المنتخب الهولندي. أمامكم محمد سليتي اللي كان تألق مع فريق الملعب التونسي في المدة الأخيرة وخلته في النهاية يرجع كأساسي. فان بومل ترجع إلى فان بيرسي، فان بيرسي وتقص الكرة وثم مخالفة قبل ذلك عليها الحكم عبد الفتاح لفائدة المنتخب التونسي. كان تحصل عليها جمال السايحي لاعب مونبيلي. وبالنسبة للسيد دكويل هو إن شاء الله على كل حال الاختيارات هذه تكون عندها نتيجة. نشوفوا لاحظوا هنا توفيق لتشكيلة المنتخب التونسي، معناها واضحة، معناها أربع مدافعين ثابتين، أربع وسط ميدان تقريبا خمسة خمسة زوز وسط ميدان ارتكاز، ثم عندنا الشرميتي يلعب معناها كوسط ميدان رابع من خلف من كجناح أيسر. لما تكون كرة ضد المنتخب التونسي يكون شرميتي يرجع الخلف، ثم فهيد بالخلف الله على اليمين، وباقي فما ثلاثة وسط ميدان معناها في معناها ارتكاز ثابتين اللي يشاركوا في التنشيط الهجومي، ثم لكن ثابتين بالدور الدفاعي، وهم إلا محمد سليتي الواقع معناها كمهاجم صريح واضح. إذا مخالفة للمنتخب التونسي، وكالعادة راضي الجعايدي يصعد للهجوم اعتمادا على الارتقاء نتاعو الطيب، وتخرج الكرة ضربة مرمى ما خلطش عليها الشرميتي اللي في المدة الأخيرة رجع بعد إصابة أبعدته عن التشكيلة الأساسية لفريقه هرتا برلين الموجود في طليعة في صدارة الترتيب على أساس مع مجموعة الصدارة، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للاعبين اللي ينشطوا في فرق تكون عندها قيمة وأهمية. بالنسبة لفريق الهولندي كان قبل زار تونس في مناسبتين، وبطبيعة الحال هذه المباراة الثالثة، وإن شاء الله يكون فيها الفوز التونسي على أساس أن المباراة الأولى كان هزم فيها المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل صفر، في المباراة الثانية تعادل 2-2، وإن شاء الله هذه المباراة الثالثة يكون إن شاء الله على شلاء الفوز للمنتخب التونسي. رادي الجعايدي حقي لما جمل على اليسار توصل له الكرة، جمل قصيرة ثم الشرميتي ويتحسن الشرميتي، لا هو اخر من مس الكره وتخرج الكره. اذا تماس فان بيرسي هو اللي بشويه تنفيذ كايت فان بيرسي من جديد، وثم لمسه يد يقول عليها الحكم المباراه المصري عبد الفتاح. ترجع كره من حقي حسين الراقد، الجعايدي توصل الى السويسي من الجهه اليمنى طويله، وقبل ذلك ثم تسلل من محمد السليتي كان في موقع تسلل. ربما بالنسبه للاعبين يسموا ياخذوا حذرهم من فخ التسلل. بطبيعة الحال نشوف هنا لاحظوا هذا المنتخب الهولندي توا التشكيله والرسم التكتيكي ما عادش بالطريقه اللي معناها نحكيوا فيها ديما 4 4 2 ولا 3 5 2 ولا فما التنشيط الهجومي للفريق هو عند الهجوم يتمثل ويتمركز في تمركز هجومي، وعند ما تنقطع الكره ضد المنتخب يرجع للدور الدفاعي. نشوف هنا كيفاش يلعب كاد كراس حربه ثابت، وراو فان بيرسي من على اليمين واريان روبا من على اليسار، هما لما ياخذوا الكره هما يمشي يوليوا اجنحه، جناح اريان روبا كرجل يسار يكون جناح ايسر، وفان بيرسي لما ياخذ الكره يولي جناح ايمن فقط له هو عنده رجل يسار، حتى معناها برجل يسار يلعب كجناح ايمن. ثم نشوفوا الخطر اللي يجيب فيه ديما فان بيرسي حتى في المقابلات الاخرى للمنتخب الهولندي. توصل الكرة إلى هايتينكا، ولكن قبل ذلك تتقص من عمار جمال طيبة جدا، وترجع من كويت فان بومل، وتخرج الكرة تماس لفائدة المنتخب الهولندي. الشرميتي آخر ملمس الكرة، وهايتينكا هو اللي بشوية التنفيذ، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، حركي تبعوه ياسر، قاعد يتحرك ياسر خصوصا من الجهة اليمنى، وعنده إمدادات جانبية متميزة في خصوصا تنشط الجهة الأمامية للمنتخب. ديونغ شوف هنا نايجل ديون ومارك فان بومل يلعبوا هما لاعبين ارتكاز اللي هما يخلقوا توازن الفريق معناها في البني بين الدور الهجومي والدور الدفاعي من غير ما يمشيوا هما يساقوا في الدور الهجومي، معناها ويخليوا الاماكن نتاعهم فارغه يخليوا اكثر الاسبقيه للظهير الايمن والظهير الايسر اللي هو هنا هايتنخا و برافهايت على اليسار هما اللي يشاركوا في الهجوم. وبرافهايت اول مباراه ليه في المنتخب الوطني الهولندي
عن برايف هيد ومارتن ستايكلنبيرغ. فرايك ستايكلنبيرغ اللي هو حارس مرمى اجاكس امستردام، وبرايف هيد هو اللاعب تقريبا الوحيد اللي يلعب في البطوله الهولنديه، يلعب في اف سي 20، والباقي كلهم نعرفوهم من ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، تشيلسي، ليفربول، معناها في اعرق الفرق الاوروبيه، بايرن ميونخ. صحيح. هيتينغا كان تلقى كره من كايت توصل الى فان بومن. هيتينغا من جديد، هيتينغا طويله في اتجاه كايت، كايت ومع حقي، وما زالت كره عند كايت، وتم عمر جمل بانقذاض يخرج الكره مباشره في التماس، تماس لفائده المنتخب الهولندي. عمر جمل قاعد على الجهه اليسرى يقوم بعمليه التغطيه، هيتينغا في تنفيذ التماس في اتجاه بيرسي، وتخرج من كريم حقي مباشره في التماس. مره اخرى هيتينغا يرجع الكره الى الخلف. فان بومل، فان بومل من اللاعبين المتميزين. ديونغ، شنايدر، عمليه ثنائيه والكره توصل، وثمة فان بيرسي كان في التسلل، فان بيرسي كان في موقع تسلل. عمليه كانت سريعه جدا بين روبن وشنايدر. اثر 1-2، وشوفوها اثر 1-2 وماش باينه بركداء، وبعد يتعدى الكره. بالنسبه للتسلل ماهوش واضح حقيقه، حاولوا دائما ابدا باش نكونوا موضوعيين، لانه لازمنا نصلحوا الاخطاء نتاعنا خصوصا في المقابلات الدوليه الوديه، وربما دفاع الخط يلزموا لما واحد يتبقوا كاحسن ما يكون. ترجع كره من الدمعي، شرميتي حاول عمليه قصيره، وترجع الكره عن طريق فان بيرسي وتوصل لهجوم الفريق الهولندي اللي حاول شنايدر الان. فان بومن يحاول الكرات نتاعو تكون مركزه. ديونغ، زاد كره عند ديونغ طويله وتصل مباشره تخرج برا، اذا ضربه مرمى لفائده المنتخب التونسي. هنا لاحظوا فما شيء اللي لاحظوه عند بطبيعه الحال هذوما معنا مهاجمين هنا من طراز عالي اللي هما ثلاثه المنتخب الهولندي، لاحظوا الحركيه نتاع اللاعبين المهاجمين، مش اللاعب كما نراه احنا العديد من حتى في الفرق الكبرى التونسيه، بعض ساعات المهاجمين ولا اغلبيه الاحيان اغلبيه الاوقات الملاعبين المهاجمين التونسي يبداوا واقفين ثابتين، معناها الحركيه قليله، ثم تغيير الاتجاه في الحركيه نتاعهم تتغير مرتين وثلاثه مرات في نفس الوقت، الطلب في الكره ثم الطلب في العمق. احنا اغلبيه المهاجمين يجيوا اتجاه الكره باش ياخذوا الكره في الرجل، ما يطلبوهاش كثير في العمق. هنا شوفوا الحركه هذه كيفاش تعمل 1-2، معناها تمشي نايتشل ديو يلعبها الديريكات، وكيفاش اريان روبا يمشي يرمي نفسه في العمق نتاع الدفاع المنتخب التونسي، وهذاك بالطريقه هذه بالحركه هذه يحرقوا الكثافه العدديه في الدور الهجومي. كايت اذا كان يتحصل على مخالفه، وكما تلاحظوا بالنسبه لحكيم ابراهيم ربما النطق نتاعو سليم لاسماء هولنديه، على اساس كان لعب في فرق هولنديه لمده طويله، ونحن تعودنا ربما النطق الفرنسي وكذلك العربي على ذلك، ربما بعض التسميات كما تلقى كات هو اصح، ولكن نحن ننطقها كما معروفه، كما يقولوا خطا مشهور خير من صواب مهجور. لن ترجع الكره تماس لفائدة المنتخب الهولندي اللي ربما قاعد يلقى شوية صعوبة في الوصول إلى المناطق الخلفية للمنتخب التونسي، باعتباره أن الانتشار بتاع المنتخب التونسي فيه كثير من الكثافة في المنطقة الخلفية للمنتخب. نشوفوا الانتشار الدفاعي للمنتخب التونسي طيب، هذا شفناه حتى في المقابلة الودية اللي لعبناها مدة أشهر التالي، لعب المنتخب التونسي ضد المنتخب الفرنسي في باريس، كان الانتشار خاصة الشوط الأول للمنتخب التونسي الانتشار الدفاعي كان جيد، شوفوه اليوم حتى بالدور الدفاعي الخطوط المنتخب التونسي قريبة لبعضها، معناها يصعب برشا على المنتخب الهولندي باش يتجاوز الخطوط التونسية خطوط خط الدفاع التونسي. مخالفة يتحصل عليها الشرميتي، وفهيد بن خلف الله يجي من الجهة اليمنى للتنفيذ، وكالعادة راضي جعايدي الرفيق قاعد يصعد إلى الهجوم، نعرفوهم قامة عالية ومديدة بالنسبة للدفاع المنتخب الهولندي، وكان السيد كويلهو أمر بلعب كرات أرضية، وهذه كرة وترجع من فان بومل وإدسون، وقبل ذلك إدسون يتحصل على مخالفة، إدسون برايف هيد،
ربما الكرات الأرضية هي تكون أحسن سلاح بالنسبة للمنتخب التونسي في مثل هذه المباراة الحكيمة؟ بطبيعة الحال هناك بطبيعة الحال احنا في الكرات الثابتة عن راضي جعايدي وكريم حقي خاصة هذوما وحتى عمار جمل العديد المرات سجل العديد من الأهداف في البطولة التونسية مثل الكرة الثابتة معناها لما يصعد ويشارك معناها بالرأس سجل كم هدف يحب أعتقد المدرب المنتخب الوطني يستغل طول القامة متاع اللاعبين هذوم إذا كان ما يلقاش معناها طريقة أخرى باش يمشي اتجاه شباك المنتخب الهولندي تولي طريقة الكور الثابتة معناها هي طريقة ومستعملة وشيء حق مشروع بطبيعة الحال للفريق باش يحاول يباغت المنافس أثر الكرة الثابتة وطول القامة متاع اللاعبين هذوم لكن في نفس الوقت ما تكونش كرة ثابتة سهلة بأن بطبيعة الحال عندهم طول القامة زادة في الدفاع من ماتيسا وأوير لاعبين طول القامة عندهم الخبرة الكافية نعرفوا ماتيسا يلعب في هامبورغ وأوير في بلاكبيرن روفرز معناها لاعبين ذو خبرة كبيرة لا يعرفوا كيفاش يتمركزوا باش يتصدوا للكرات العالية. حقي يبعث على المساندة عمار جمل سيرة وتصوش إلى فهيد ثم حقي مع كويت رجع من حقي عمار جمل وترجع الكرة إلى شنايدر وتغيير كلي من هاتينجا وتمشي لديونغ ديونغ يبحث عن المساندة ترجع الكرة مباشرة إلى ماتيسان أوير الآن أوير ماتيسان مرة أخرى كرات داخل المنطقة الخلفية للدفاع المنتخب الهولندي أوير وترجع إلى شنايدر لاعب ريال مدريد معروف وعنده دماثة أخلاق ثم كلمة أخرى ربما باش نكلموها ما نجموش نتكلموا على كما تكلمنا على حكيم إبراهيم اللي لعب في البطولة الهولندية كذلك حاتم طرابلسي كان لعب وترك أثر طيب مع أياكس أمستردام وكنا تحدثنا مع أحد مقدمي البرامج الرياضية ويعرف برشا حاتم طرابلسي ومستغرب اللي انه مش موجود على الملاعب يقولوا وينك استغراب كبير ويقولوا مازلت تلعب مازال في سقيك أربعة ولا خمسة عاود أرجعنا للملاعب سواء في البطولة الهولندية أو بطولة أخرى حتى البطولة الإنجليزية على كل حال إن شاء الله بالنسبة لحاتم طرابلسي نعرف عنده دائما وبدن حب اللعب وربما طاقة كبيرة تخليه يعود للملاعب ولو أنه مع المنتخب الوطني ربما أصبحت حكاية أخرى في تقدمه في السن ولكن نحب نشاهده في ملاعب أخرى ترجع الكرة من هيتينغا توصل الكرة إلى شنايدر وحاتم الطرابلسي يظهر لي من اللاعبين القلال من اللاعبين التونسي القلال اللعب في فرق كبيرة وكبيرة جدا ضد اللي هي أجاكس أمستردام أنا من أعرق الفرق الأوروبية فعلا وتعكس الهجوم عن طريق حسين الراقد ولكن الكرة نتاعو ما توصلش إلى ستيتي كنا شاهدنا منذ قليل روبن في مراوغات طيبة معروف روبن لاعب تشيلسي سابقا وتحول إلى ريال مدريد لاعبين الأسعار نتاعهم كبيرة جدا بالمليارات وتحلق اللعب ودائما وبدن اللعب عنده طابع جمالي بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي يخلي دائما وبدن لما يلعب تكون المشاهدة مضمونة وهذا ما نتمناه في مثل هذه المباريات. إذن شنايدر أمام الكرة يحاول بالصفة ومباغتة ولكن التصويبة متاعه كانت بعيدة برشا على مرمى الحارس حمدي القسراوي كذلك نتمناه الأيمن المثلوثي بلبولي حارس مرمى النجم الساحلي والمنتخب الوطني اللي كان في سنة 2008 قضى موسم متميز جدا خلاه باش يكون أبرز اللاعبين للبطولة الوطنية تعرض إلى إصابة مع فريقه النجم الرياضي الساحلي نتمناه هو الآخر عودة قريبة إلى ميادين اللعب ترجع الكرة إلى راضي الجعايدي إذا كان لاحظوا هنا تو الكرة عند امتلاك عند الجعايدي راهو فريق المهاجمين في المنتخب التونسي الأغلبية نتاعهم واقفين وثابتين معناها فما إلا محمد سليتي اللي يتحرك ومن راهو بشي مسانده من فهيد بن خلف الله باش تكون موجوده وامين شرميتي كان تقريب ثابت يترقبوا في الكره كيفاش باش توصل وهذيك معناها الخبره اللي عند اللاعبين معناها الاوروبيين بصفه عامه عندهم اكثر حركيه من اللاعبين نتاعنا. ديونغ ترجع الكره من كويت توصل الى اوير فان بيرسي هاتينغا يرجع مباشرة إلى حارس مرماه مارتن ستيكلبرغ ماتيسان
مباشرة إلى حارس مرماه مارتن طويلة مباشرة إلى أدسن، ويحاول السويسي باش يقوم بعملية الضغط عليه، ترجع من جديد إلى ماتيسات بوير الآن، شوف الكرة تخرج ثابتة في المناطق الخلفية، ديونغ بوير من جديد، ديونغ مرة أخرى، ثم نسق باتي لما تكون، والآن فان بومل لما تكون الكرة في المنطقة الخلفية، والآن روبان يحاول إدسون الظهير الأيسر، إدسون يحاول باش يسبق وترجع الكرة، تشوفه بالنسبة للشرميدي رجع إلى الخلف للمعاذة في هذه العملية الهجومية، ترجع الكرة إلى حكي، جويلة من حكي، ثم سليتي، لكن الدفاع ماتيزان قبل، ويرجع الهجوم لفات المنتخب التونسي، فهيد بن خلف الله معروف بالسرعة نتاعو الفايقة، فهيد بعد عمر جمل من الجهة اليسرى، فهيد مازال محافظ على كورته وربما باش يوزع الآن، فعلا يحاول باش يوزع في القائم الأول، تصل مباشرة إلى حارس المرمى، كانت بعيدة شوية على سليتي. شوفوا أول مساندة من عمر جمل، أول مرة يطلع لاعب معناها من الأربع مدافعين، نشوف المساندة من عمر جمل كيفاش ولا جناح أيسر، لكن ما كانش تحصل على، فكان فهيد بن خلف الله عمل الاختيار هو ورفع الكرة، ما كانش شكون تبعها في المنطقة الهجومية. ترى ربما بالنسبة للمنتخب التونسي زاد يزمو يعول على الأجنحة باش يخترق دفاع المنتخب الهولندي؟ بطبيعة الحال يلزمو، لكن عنده القدرة تو باش يعملها ولا، والطريقة طريقة أسلوب اللعب تو، نشوف المنتخب التونسي يلعب دور دفاعي بحت ثابت واضح، نشوف فهيد بن خلف الله أمين شربيتي يرجعوا دور دفاعي، لكن احنا هذه مباراة ودية باش نشوفوا ناقفوا على إمكانيات المنتخب التونسي للمقابلة الجاية ضد المنتخب الكيني، مش ضد المنتخب الهولندي. يا ترى ضد المنتخب الكيني باش نلعبوا بنفس الطريقة الدفاعية ولا باش نحاولوا نهاجموا باش نسجلوا الأهداف؟ هذوما تساؤلات الواحد يطرحهم باش يشوف معناها جدوى منهم. إذن ترجع الكرة من الحارس حمدي القصراو، طويلة من حمدي القصراو، وترجع هيتينغا يخليها تخرج مباشرة إلى التماس، تماس لفائدة المنتخب الهولندي، وهيتينغا هو اللي باش يرجع اللعب، أو أمامكم حمدي القصراو اللي رجع إلى مستواه المعهود في المباريات الأخيرة. لاحظوا هنا كويليو كيفاش يطلب من حمدي القصراوي باش يلعب الكرة في الرجل، وما يلوحهاش تلويحه التلويح القدام، خاطر الكرة طويلة، هذه اللعب الطويل بنعرفوه بصفة عامة، هذا الأسبقية تولي للمدافع ماهوش للمهاجم، ولما تاخذها وتبني كرة في الرجل وتحاول تبني الهجمة من خلف، لكن بناء الهجمة من الخلف يلزموا العديد من التنقلات والحركية المتسلسلة من طرف اللاعبين وخاصة وسط الميدان والمهاجمين. بوير هيتينغا، هيتينغا تمشي إلى فان بومل، فان بومل يرجعها إلى هيتينغا، أوير، ماتيسان، لاحظوا بالنسبة لمدافعي المنتخب الهولندي يحبوا دائما ابدا الكرة فيها كثير من الدقة، ترجع الكرة إلى أوير، ديونغ، ديونغ توصل الكرة إلى شنايدر، روبن الآن، روبن يعتمد على المراوغات نتاعو معروف، توصل إلى شنايدر من جديد، شنايدر الكرة ما توصلش، ترجع تهرب الكرة على كريم حكي، زادت الكرة بحوزة فان بيرسي، تصويبة قوية برشا من فان بيرسي، تمر جانبية مش بعيدة برشا، حكي ما نجمش ياخذ الكرة، وفان بيرسي بتصويبة مباغتة أرضية تمر محاذية للقائم الأيسر للحارس حمدي القصراوي. حذاري مع مهاجمين من الطراز هذا، ما يلزمش المدافع يقوم باخطاء، خاطر الخطا يخلص كما نقولوا بالفرنسيه كاش بالحاضر. واش ترجع كرة الى هيتينغا الظهير الايمن، اوير، ماتيسان، اوير من جديد، ما يكلوش وما يملوش بالنسبه للرسم التكتيكي، دائما الكرات القصيره داخل المنطقه، ثم تمشي الى كايت، كايت فان بيرسي الان، فان بيرسي مهارات فرديه ولكن مخطئ، ويتعكس الهجوم لفائده المنتخب التونسي، طويله وترجع قبل ذلك اوير، لكن قبل ذلك ثم تسلل. كما قلت انت توفيق، نلاحظوا المنتخب الهولندي راهو معروف على الصعيد العالمي من سنين، معناها من السبعينات اللي ما نعرفه انا، المنتخب الهولندي من السبعينات من اكثر الفرق اللي يحسن امتلاك الكره، معناها اذا نشوفوا النسبه المئويه لامتلاك الكره بالنسبه للمنتخب الهولندي نلقاوه تقريبا ممكن اكثر واحد، اكثر حتى من الفريق البرازيلي في امتلاك الكره. ترجع الكره يخليوها مباشره الى حارس المرمى، توصل عمار جمل، عمار جمل
يغير كليا وتمشي رادي الجعايدي. رادي الجعايدي، رادي الجعايدي، ويظهر الى في العمق، ولكن ثم ادسون قبل ذلك، وترجع كره لفريق المنتخب التونسي طويله وتوصل مباشره من اوير مباشره الى حارس مرماه مارتن. ماتيسن عنده قامه طويله جدا. فان بومن، شنايدر، شنايدر، فان بومن من جديد، فان بومن يغير كليا، توصل الى اوير، اوير، كويت مع حكي، توصل الى فان بيرسي، هيتينغا، فان بومن، شنايدر، شنايدر مع حسين الراقد، شنايدر، شوفوا العملية التمويهية، ماتيسان. لاحظ المنتخب التونسي حذر، حذر كثير أكثر ممكن من اللازم المنتخب الهولندي، وخايف معناها. شوف لما يفتك الكرة نسكن، شوف هنا 10 لاعبين راجعين وسط الميدان المنتخب التونسي ويترقبوا، نترقبوا باش يفتكوا الكرة نمشوا للهجمة المرتدة. طريقة من طرق اللاعب كرة القدم صحيح، لكن الطريقة هذيك وحدها لما تكون هي الطريقة الوحيدة الموجودة تولي شوية الدور الهجومي بطبيعة الحال. فان بيرسي مع عمار الجمل، فان بيرسي مازال محافظ على كورته، فان بيرسي يهرب على فهيد بن خلف الله، ترجع إلى فان بومن، فان بومن يغير كليا، من موجود إدسون، إدسون سيرة إلى شنايدر، فان بومن من جديد، توصل الكرة إلى روبن، حاول باش توزيع وثم بعيدة كانت على فان بيرسي، كان من كويت، وتخرج الكرة تماس لفانة المنتخب التونسي، فهيد بن خلف الله يتركها إلى عمار جمل. الى حد الان بالنسبه للنسق باتي وخصوصا زوز فرق راح لاحظوا فيهم كانهم قاعدين يتدخلوا في المجهودات نتاعهم. نفذ طويله وهاتي كان يخليها الى اوير مباشره، ترجع للمنتخب ماتيزان، اوير من جديد، فان بومن، تمريرات قصيره الى شنايدر، فان بومن، كويت، كويت مازال محافظ على كورته، رجعها من جديد الى دويونغ، دويونغ ترجع له الكره مره اخرى، تمريرات قصيره، ماتيسان الى اوير، اوير، اوير يصعد الى الهجوم مع كويت، تتقص ترجع الى حسين الراقد، حسين الراقد مباشره الى حارس مرماه قصراوي طويله، وقبل ذلك ثم مخالفه واضحه، ولكن الحكم يترك، يترك اللعب ما بين سليتي وفان بومر، ويرجع الهجوم الى كويت الان، كويت الى هاتينغا، هاتينغا مازال محافظ على كورته، رجع كره الى الخلف من فان بومر وديونغ الان، ديونغ ومخالفه كانت ضد ايمن الدمعي، واول انذار أول إنذار في الدقيقة 26 إلى أيمن الدمعي. شوف قلة الحركية المنتخب التونسي يقول فيها ونعاود ممكن تاع خاصة اللاعبين وسط الميدان اللي هما ثلاثة الارتكاز هذوما الدمعي والراقد و وساهي ثم الشرميتي على اليسار وإلا فهيد بن خلف الله، قلة الحركية نتاعهم ما تعطيش الاختيار للاعبين باش يعطيو باش يعطيو الكرة باش يخرجوا كرة سهلة، معناها سواء كان القصراوي كل مرة يرجعوا الكرة يجبر باش هو يلوح كرة طويلة، للمدافعين باش يلعبوا كرة طويلة، معناها من قلة الحركية وقلة الخروج من المركاج، معناها من المراقبة. إذا ترجع الكرة لفات المنتخب الهولندي وتوصل إلى أوير الآن، أوير قصيرة في اتجاه كويت، فان بيرسي إلى كويت من جديد، كويت، كايت ومعاه قاعد يتبع فيه حقي ويمشي كايت مع حقي، هيتينغا مرة أخرى، هيتينغا يرجع الكرة إلى الخلف وتوصل مباشرة من أوير، ماتيسان إلى إدسون، شوفوا يحاول الشرميتي باش ياخذ عليه الكرة، إدسون شوفوا ثم استماتة كبيرة من الشرميتي، يرجع إلى الوراء ثم روبان، شوفوا بكل فنيات عالية في مكان صغير ياسر
ملاحظه صغيره توفيق، شفنا العمليه اللي قام بها الشرميتي، مشى معناها ضغط على حامل الكره، ضغط على حارس المرمى ثم على المدافع الاخير بسرعه، معناها عمل تقريبا 30 متر سرعه، ثم هما رجعوا الكره وما ساندوش وسط الميدان، ما بقاش المسانده، معناها ما خلطوش به، قعدت الفرق كبير، رجعت الكره في المكان اللي قال مشى منها الشرميتي للظهير الايسر، ثم رجع له الشرميتي ب 30 متر اخرين، ايش عمل اللاعب داخل؟ عمل 1-2 وتعدى، وقتها الشرميتي الضغط والجهد اللي عنده خلاه وقف هنا، فما هذه تولي اخطاء تكتيكيه، اخطاء تكتيكيه هذه اللاعب يجب يكون يراها، ما يخليش المجهود نتاعه يمشي في الفارق. كويت تصل الى روبان الان، عمليات قصيره داخل المنطقه ولكن ثم تسلل، ثم تسلل فعلا، ثم تسلل فعلا، ما تسلل ثم كويت كان في موقع تسلل واضح منذ البدايه، يشير له مساعد الحكم الاول ايمن الدقاش، هذه إعادة ظاهرة واضحة، ما لا يقل عن زوز أو ثلاثة لاعبين في موقع التسلل، ولو أنه كويت كان نجم يكونوا في منطقة يمينية ماهوش يشارك في اللعبة حتى يكونوا موضوعيين في أحكامنا. أوير ديونغ، ديونغ تصل إلى فان بيرسي، فان بيرسي يبحث عن المساندة، ترجع فان بومل، أوير ديونغ، هاتينغا، هاتينغا يرجع إلى ماتيسان، ماتيسان ثم فان بيرسي يطلب الكرة وتجيه، لكن حقي كان مفطن قبل ذلك، وثم دفع فعلا، ثم دفع من فان بيرسي ويستاهل الإنذار، ونشوفه في الحكم الدولي المصري السيد عبد الفتاح ينبه عليه شفويا. جعايدي طويلة، ثم إدسون على الجهة اليسرى ومعه الشرميتي، ويدفع الشرميتي من الخلف، وثم مخالفة واضحة، مخالفة لفائدة المنتخب الهولندي. كما قلنا بالنسبة للمباراة هذه تعتبر المباراة الثالثة، لأنه سنة 78 في 5 أبريل مقابلة دولية بملعب المنزة، كما قلنا تونس كانت انهزمت أمام هولندا بنتيجة 4-0. بالنسبة لأصحاب الأهداف نانينغا في الدقيقة 12 و83، وفون بلومن دقيقة 41، وفيربيلون في الدقيقة 89، وكان يدرب الفريق السيدان عبد المجيد الشتالي وتوفيق بن عثمان، وبالنسبة للمنتخب الهولندي يدربه المدرب الأسطورة إرنست هاب، يحمل عنده ملعب اسمه هو. يسبعوا هذا الهجوم بالنسبة لفان بيرسي، وثم كايت الآن، كايت يحاول باش يوزع، ومعها عمار جمال، ممتازة من عمار جمال تصطدم فيه وتخرج الكرة تماس لفائدة المنتخب الهولندي، كان هجوم خطير وسريع جدا. نشوفه بالنسبة للمنتخب الهولندي ربما قد ما يلعب أكثر راحة في المنطقة الخلفية، وتمشي الكرة فيها شوية بطء وتكون فيها دقة كثير، ولكن في المنطقة الأمامية تتسم كل الهجومات بالسرعة الكبيرة اللي تنجم تباغت أي هجوم. نتابعوا شنايدر الآن، شنايدر يبحث عن المساندة ما يلقاهاش، مازال محضر كرته مع حسين الراجل، ويضطر إلى إرجاع الكرة إلى إدسون، إدسون مباشرة إلى الخلف. السرعه وتغيير النسق هما اللي باش يحاول تباغت بهم المدافع، خاطر تعرفوا الدفاع في العالم كامل التمركز الدفاعي والتكتيكي بصفه عامه الفرق الكل صحيحه، لكن باش تنجم يقع الخلل في الدفاع هو لما تغير الاتجاهات، ثم تغير في النسق نتاعك وتغير في السرعه نتاعك. ترجع الكره الى روبن، روبن فان بومل، ديونغ سيرا وتستهرب الكره على شنايدر، زادت الكره حسين الراقد الان، والهجوم لبيت المنتخب التونسي، فهيد بن خلف الله، فهيد بن خلف الله مع فهيد بن خلف الله تهرب عليه الكره، كان هجوم مع السليتي عمليه ثنائيه، ترجع الكره الى السايحي، ترجع فهيد بن خلف الله، لكن فان بيرسي قبل، فان بيرسي مازال محافظ على كورته، يحاول باش يغير كليا، توصل الى فان بومل في عكس الهجوم، وباقي التدخل من كريم حقي، والحكم يأمر بمواصلة اللعب، ولو أن كريم حقي كان يعتقد أنه ثم مخالفة، وفان بومل يخرج الكرة مباشرة في التماس حتى يمكن كويت من تلقي الإسعافات ويقوم لباس. كانت الحقيقة تقال مخالفة واضحة لفائدة المنتخب الهولندي، على كل ترجع من عمار جمل اتجاه حقي اللي كان اعتذر قبل ذلك، وحقي يقول لي باش يخرج الكره باش يعطيها مباشره فعلا، لانه يعترف بالذنب نتاعه، وهذا لقطه ايجابيه وطيبه يتفاعل معها كذلك الجمهور الحاضر، لانه كان ارتكب خطا حتى ولو ما اعلنش عليه الحكم، فانه يرجع الكره الى فريق المنافس شنايدر الان.
ترجع الى ديون ثم هيتينغا. هيتينغا طويله ما ثم حتى حد في الاستقبال وتوصل الكره مباشره الى حارس المرمى القصراوي جعايد. جعايد قصيره توصل الى حق يغير كليا توصل الى السويسي. السويسي بالنسبه للاعبي المنتخب التونسي لاحظوا على مستوى وسط الميدان خصوصا الهجومي الكرات ما تخرج منه وحتى الامدادات اللي تكون طويله سواء من عمار جمال من الجهه اليسرى او من السويسي من جهه اخرى تكون طويله ودائما مبدا الفريق الهولندي هو اللي يكون الاول على الكره. بطبيعه الحال فما التمركز وفما قله قلت لك كما قلت لك معناها ما فماش طلب وضوح في الطلب بالكره للاعبين وسط الميدان لما يمشي يمشي اكل نص معناها ما يمشيش بعمق بوضوح معناها باراده كبيره بثقه في النفس باش لما تجيه الكره يعرف يمتلكها وياخذها وما يفرطش فيها. فما معناها فما حذر كبير من وسط الميدان وفما قله ثقه بطبيعه الحال لما يتوجد اللاعب ممكن ما عندوش الخبره الكافيه باش يلعب ضد الفرق العالميه. لكن احنا المفروض المنتخب التونسي خرج من 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 فتره قبل معناها فريق صغير ما عادش ولا في معناها من ند يلعب من ند مع الفرق الكبرى وشافنا وشفناه وراه معناها ضد في كاس العالم 2006 ضد المنتخب الاسباني ضد. وحاجه اخرى تاكيد لكلامك بالنسبه للمنتخب التونسي خصوصا امام الفرق الكبرى دائما بدا يقدم مجهود طيب واداء طيب جدا وحسن. على كل حال ترجع الكره مخالفه بشكل تنفيذها راضي الجعايد طويله باتجاه السليتي وما ثم حتى حد توصل الكره الى ادسون. ادسون ادسون ويضطر الى اخراج الكره الى التماس. نلاحظوا ثم جزئيات ثم نلاحظ الراو عند المنتخب الهولندي. قبل ذلك ثم مخالفه يعلن عليها الحكم وتسلل لفئه المنتخب الهولندي. تفضل. شوفوا لاعبين المنتخب الهولندي ثم اوقات الكره يعطيها حقها وقت يلزمهم يلعبوا لمسه واحده يلعبوا لمسه واحده. شفنا كم مره يتعدى تمريره بلمسه واحده. والاوقات اللي يلزمهم يمسكوا الكره يملكوها لمسين وثلاث لمسات، اما تراش قليل وترى اللاعب يملك الكره ويحاول يراوغ بها ويتعدى بها وحده. الا في المنطقه الهجوميه على طريق فان بيرسي ولا اريان روبا، ما اللاعبين الاخرين وسط ميدان وخط الدفاع خاصه اغلبيه المرات نشوفوا العديد من المرات ميزات بتجيك سته وسبعه لمسات تمريرات على طول بلمسه واحده يتلعبوا. اذا ترجع الكره لفائده ولا قبل ذلك ثم مخالفه ويرجع شنايدر اذا قبل ذلك يعلن الحكم المصري عن مخالفه. نستغلوا ربما توقف اللعب باش نقول لكم بالنسبه للتشكيله التونسيه اللي كانت لعبت سنه 78 بالنسبه للاجيال الحاضره حتى يكون ثم دائما امتداد بين الاجيال السابقه والحاضره. صادق ساسي شهير عتوقه كان في حرس المرمى ثم عوض لمين بن عزيزه مختار ضويب علي الكعبي محسن جندوبي كمال الشبلي نجيب غميض تميم الحزامي ميس العبيدي مختار الحسني محمد علي عقيد رحمه الله نجيب الامام ورؤوف بن عزيزه. هذه تشكيله المنتخب التونسي اللي كانت حضرت وامامكم حوالي 200 شخص من هولندا تحاولوا لمسانده المنتخب الهولندي اللي دائما وابدا يكون محاط ومرفوق بعدد كبير سواء من الانصار وخصوصا بالنسبه للاعلاميين اللي العدد نتاعهم فوق ال 100 يحضروا هنا في ملعب مدينه 7 نوفمبر بيراتس. ترجع من عمار جمال طويله وتتقسم من فون بومن وكانت ما وصلتش الى سليتي ترجع من جديد الى الخلف مباشره الى الحارس مارتن. في العام 78 المقابله هذيك ما شاهدتهاش انا اما توفيق في اللي سجل الهدف الرابع هينك فوليوا الارتماء راسيه سجل الهدف الرابع للمنتخب الهولندي كان يلعب معايا في نفس الفريق في انذاك في الموسم هذاك. وكان المنتخب التونسي بعد المباراه هذيك لانها كانت مباراه تحضيريه قبل البلاء الحسن في الادوار النهائيه بالارجنتين ومكن افريقيا باش يكون عندها مقعد ثاني والان ثم خمسه مقاعد على ذكر الصعوبه تكمن بالنسبه للفريق في ذلك الوقت لانه كان فريق واحد فقط يمثل افريقيا. فترجع الكره الى راضي الجعايد. للاسف ما نجمش نقولوا هذا بعد اللقاء الثاني لعام 94. صحيح 2-2 وقت 2-2 لكن كانت كانت معناها مردود المنتخب التونسي اثر 94 معناها كاس افريقيا ما كانش على احسن ما يرام. على كل حال تو نعطيكم بعد فكره على اسماء القائمه. شوفوا تو الان السليتي، السليتي مازال محافظ على كورته ولكن تتقصد الكره ويرجع الهجوم لفائده المنتخب الهولندي. وترجع الكره الى فان بيرسي يرجع الى الخلف فان بومن الان فان بومن هاتينغا. هاتينغا دائما وابدا نشوفوه كظهير ايمن لكن دائما يلعب على الرواق الايمن ويعادل بصفه مستمره الخط الامامي.
وهي تنخاز هذا كما قلنا على عمار جمل وعلى السويسي اللي كانوا معنا ظاهرين ولعبوا يلعبوا الوقت الحاضر في وسط الدفاع. هيتنخا هو زاد كان لاعب كدا ومشواره الكل اغلبيه طويله في اجاكس امستردام وحتى في اتلتيكو مدريد يلعب قلب دفاع في اغلبيه مع المشوار بتاعه يلعب كمحور الدفاع وشوفوه اليوم يلعب ظهير ايمن. اذا ترجع الكره الى كايل مباشره الى روبن صاحب الرجل اليسرى وكذلك المراوغات في مسافات قصيره. ترجع روبن من جديد من ديونغ وروبن يضطر الى ارجاع الكره الى الخلف. ادسون ديونغ توصل الكره الى اوير الى فان بيرسي حاول باش يراوغ. فان بيرسي يهرب على جمل. فان بيرسي مازال حافظ على كورتو. فان بيرسي مع كريم حكي وقبل ذلك كما مخالفه ضد كريم حكي يتحصل عليها المنتخب الهولندي. وصلنا تقريبا 39 دقيقه لعب والنتيجه الى حد الان 0-0 وروبن لاعب اليساري. شوف الخبره رغم صغر سنه روبن الخبره انها في زاويه بولقة سكر روحه الزاويه عمل الخطا تكتيكي ثم قام بذكاء قام بالارتكاب خلى المنافس ولا خلى المدافع كريم حكي يرتكب عفوا ليتحصل على الكره خاطر كانت الكره بتضيع عليه. تبعوا هذه المخالفه شنايدر في تنفيذها يمشي روبن وشنايدر باش مش يكون التنفيذ تنفذ وتخرج الكره من اوير مباشره. اذا ضربه مرمى لفائده المنتخب التونسي. او امامكم كان اوير قائد المنتخب الهولندي وترجع الكره ضربه مرمى لفائده المنتخب التونسي. ثم كريم حكي يطلب الكره تمشي الكره مباشره الى جعايد حاول يشيلو كايت طويله. شوفوا هنا بالنسبه للتمريرات كما قلت طويله في اتجاه فهيد بن خلفله لكن كانت بعيد عليه. وكل مره تكون التمريرات طويله وفي العمق من دفاع المنتخب التونسي الى خط الهجوم دائما بدن تتقص زعما يعني تلقى دائما بدن اللاعبين المنتخب الهولندي هم الاوائل. ديونغ ماتيسان مجبور على اللاعب المدافع باش يلعب كره طويله لان ما فماش حركيه في وسط الملعب ما فماش من يطلب الكره. ترى اللاعبين نتاعنا وسط الميدان ما يجيوش ياخذوا الكره من غير ما يضيعوها. يولي يجبر باش يلعب كره طويله للمدافع للمهاجم يقول لك تضيع الكره امام في المنطقه نتاع الخصم وما تضيعش في المنطقه نتاعنا. ديونغ توصل الكره الى روبن. روبن مازال محافظ على كورته. روبن يحاول باش يهرب وثم مخالفه. امامكم روبن صاحب المراوغات السريعه. شوفوا وفهيد بن خلفله يوجه له الحكم الانذار. هذا الانذار الثاني بالنسبه الى تشكيله المنتخب التونسي بعد ايمن الدمعي. اذا بن خلفله الانذار الثاني في الدقيقه 41 ومخالفه لفائده المنتخب الهولندي. شوفوا ديونغ في القائمة الثاني ويخرج بعد الكرة بكلتا يديه باه ياسر من الحارس حمدي القصراوي وبعد الكرة أمام زوج مهاجمين. ترجع الكرة الآن فان بيرسي وبعدها كايت ياخذ الكرة كايت تتقص الكرة باهية كانت العملية من دمعي وتخرج الكرة تماس لفات المنتخب التونسي. كانت من جمال السايحي لقطة دمعي الآن وتخرج الكرة من الكرة تماس وأمين الشرميتي آخر هربت عليه الكرة ويتحصل بها على تماس من هيتينجا. ترجع كرة عمار جمل طويلة توصل لسليتي لكن قبل ذلك أوير وتوصل مباشرة إلى ماتيسان. فان بومل إلى روبن قصده تعكس لك الهجوم عن طريق حسين الراجل ويلزم تكون حركيه اكبر على مستوى الخط الامامي للمنتخب التونسي وخصوصا على مستوى وسط الميدان اللي مش قاعد يقوم بدوره الى حد الان. وقبل ذلك كما مخالفه لفئه المنتخب التونسي السويسي باش تولى تنفيذ هذه المخالفه. او امامكم حسين الراجل اليوم هو عيد ميلاده من الوليد سنه 83 ومن الصدف انه هو وكذلك بودر بارت اللي مش موجود في التشكيله اليوم عيد ميلاد نتاعهم
86 سنه مولودين في نفس الشهر وفي نفس اليوم وفي نفس السنه بطبيعه الحال. فان در فارت لا واقع عليه ضغط من طرف بيرت فان مارفيك المدرب لانه ماهوش قاعد يلعب معناها يتحصل على وقت كافي للعب في ريال مدريد، قاعد ينبه فيه المدرب نتاعو باش يلزمه يحاول في اسرع وقت ممكن يرجع للملاعب، ما كانش باش يقع الاستغناء عنده في المنتخب الهولندي. ترجع الكره الى هيتينغا ومع شرميتي. هيتينغا مازال حافظ على كورته، ثم الشرميتي يسقط على الميدان، وتخرج الكره الى التماس. ثم كان استلام عفوا بين الشرميتي وهيتينغا، شوف يحاول يقلط عليه، شوف هنا ظاهره كانت اللمسه من الخلف اثناء عمليه الجري في البطن، والشرميتي اذا يسقط على الميدان. بين ربما نستغل هذا العامل باش نتذكر بالنسبه لل او امامكم الشرميتي ربما ثم ضربه في فمه كانت فعلا او شكون الدماء ان شاء الله يكون لاباس. قلت بالنسبه للفريق اللي لعب سنه 1994 19 جانفي بالضبط في ملعب المنزه، كان متكون من شكري الواعي في حارس المرمى، طارق ثابت، سمير السليمي اللي هو محلل متاعنا في هذا اليوم، توفيق الهيشري، مراد العقبي، محمد علي المحجوبي، مراد الغربي عوض، اسكندر صويح دقيقه 74، نبيل معلول، رؤوف بوزيان، فوزي الرويسي عوضوا جمال الامام في دقيقه 62، وعادل السليمي كان عوضوا عيادي الحمروني في دقيقه 46، وكان الرويسي والحمروني هما اللي سجلوا هدفي المنتخب التونسي، في حين اهداف المنتخب الهولندي كانت عند فرانك ريشكار ورونالد كومن المدافع على اثر مخالفه مباشره. ترجع كرة ثم كريم حقي امام كويت، فون فومر شوف يوجه لروبن الناحيه اليسرى، روبن معاه السويسي، فون روبن ويحاول باش يوزع، وثم حسين الراقد يقص هذه الكرة امام كويت ويخرجها الكرة مباشرة في التماس. شوفوا السرعة في تحول الكرة من المنطقة الخلفية إلى المنطقة الأمامية. هذا ما نجموش نقولوا من الفريق بتاعنا، احنا عندنا افتكاك الكرة، المفروض تكون هذه قوتنا احنا بسرعة الشرميتي وسرعة فهيد بن خلف الله ومحمد السليتي، المفروض لما نقطعوا الكرة نمشيو أكثر سرعة للهجوم باش نقدروا نباتوا المنتخب الهولندي، إذا كان ما نقوش بسرعة الكافية يولي صعيب جدا باش تباغت الدفاع الهولندي. ترجع الكرة إلى أوير إلى ماتيسان مباشرة إلى حارس مرماه أمام سليتر اللي وحده. استعمال الحارس، سمح لي توفيق، استعمال الحارس كلاعب كقلب دفاع يولي كمدافع متأخر، معناها الدفاع ما بانيك با، معناها من غير ما يدخل فيه الارتباك، من غير ارتباك يولي يلعب الكرة مع الحارس ويحسب كأنه حارس مدافع ويعطي الكرة في رجله والحارس يلعب معه. شوفوا ثم مناوشة بين هيتينغا والشرميتي. لدينا هي مباراة دولية ودية، والأهم من قبل ذلك باش يكون الزوز على سطح رقم يستفادوا، خصوصا بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي عنده لقاءات في شهر مارس، وكذلك بالنسبة للمنتخب التونسي اللي أول مباراته في الأدوار المزدوجة المؤهلة لكأسي إفريقيا والعالم، باش تكون البداية في شهر مارس مع كينيا، و يتسامحوا زوز لاعبين وهذا الاهم. شوف المصافحه وتعود الامور الى مجاريها في اسرع وقت. اذا اوير باش يتولى التنفيذ، مناوشه بين بعضهم. ترجع كره الى هيتينغا وبحذاه كان الشرميتي، ثم يحاول السليتي باش ياخذ هذه الكره لكن كانت بعيده عليه. ديونغ سليتي معزول، شوط كامل معزول وحده في الهجوم. لاحظوا نشوفوا بحذاه الدمعي او في بعض الاحيان يمشي السايحي، ولكن ما يخلقوش التفوق العددي في الهجوم، حتى ولو الشرميتي لاحظوه ساعه قاعد يقوم ربما بدور دفاعي اكثر لانه يرجع الى الوراء المعارضه. وفي هذه اللحظه بالذات اذا ينتهي الشوط الاول كما لاحظنا، اذا 45 دقيقه مرت والزوز في رقم ما توصلوش الى التهديف، 45 دقيقة ونتيجة سلبية. تفضل أحمد، شكرا توفيق. مرحبا بكم مجددا في ملعب 7 نوفمبر في رادس. إذا انتهى الشوط الأول بتعادل 0-0، وفي الحقيقة سيدي أحمد ما رينا حتى شيء في الشوط الأول للحقيقة، لا من المنتخب التونسي، المنتخب الهولندي كذلك حاول، لكن تقريبا بالنسبة للمنتخب التونسي اللي يستضيف المنتخب الهولندي في تونس ما فهمناش شنو هي طريقة اللعب اللي حب
عملها أمبرتو كويلو خلال هذا الشوط. نشوفه ربما ينتظر في الشوط الثاني. لكن نستضيف المنتخب الهولندي في تونس باش نلعبوا 10 لاعبين تقريبا في المنطقة نتاع تونس، راه حاجة مش معقولة. سيدي هو في الحالتين احنا غالطين، اذا كان باش نحضروا المقابله نتاع كينيا ما يلزمناش نلعبوا كما لعبنا اليوم، واذا كان باش نلعبوا مع هولندا نستضيفوا فريق في مستوى نتاع هولندا يلزمنا الناس نلعبوا معهم الكره حتى ولو نهزموا ما يشعر مع هولندا. الطريقه اللي لعبنا انا شخصيا استغربت بها، معناها اللاعبيه ما همش فيها اماكنهم سواء كان في الدفاع، الظاهرين هذوما في نواديهم يلعبوا لاعبين في المحور قلنا عليهم الاول، في الهجوم تاخذ زوج لاعبين بين خلف الله وشرميتي، زوج لاعبين مهاجمين هما يلعبوا وسط ميدان، معناه اللاعب الوحيد اللي قام بدوره على احسن ما يرام حسب رايي انا هو راكد، فهمت؟ زوج لاعبين الاخرين معاه لعبنا بثلاثه ارتكاز، الدمعي والساحي الاثنين ياخذوا الكره ويرميوا قدام. المشكله اللي عندنا احنا اذا كان باش نلعبوا مع كينيا ولا في كاس افريقيا في كاس العالم مع نيجيريا باش الدفاع نتاعنا يرمي الكره القدام وناهيك اللي لعبنا شوط كامل 45 دقيقه الكره مره دخلت برك ل 18 كره دخلت مش اللاعبين دخلوا. سمير كيفاش ريت الشوط الاول وتعليق كذلك؟ مثلا نلقاو ايمن الدمعي في اول مباراه ليه مع المنتخب التونسي لاول مره يتم استدعاء المنتخب نلقاوه في معناها اساسي ضد المنتخب الهولندي. صحيح، وتعقيبا على كلام سيد احمد نشاط الراي في كل ما قالوا، المنتخب التونسي تقريبا التركيبه اللي لعبت المقابله ربما فيها وعليها بعض الشيء، بعض اللاعبين كما قلت سيادتك سيرازي اول مره يدخل المنتخب واول مره يلعبوا اساسيين في ضد فريق في حجم المنتخب الهولندي. لكن عندي بعض الملاحظات على مستوى الشوط الاول، انه المنتخب التونسي لعب باربعه مدافعين قاريين، ممنوع يظل التعليمات اللي عندي من المدرب على اللاعبين هذا ممنوع التقدم خاصه عن طريق عمار جمل وسويسي، واختار عمار جمل وسويسي ربما اللي سبقتهم الدفاعيه اكثر ما يمكن. ما شفتش لا ولا في مناسبه واحده لا عمار جمل ولا سويسي فاتوا نص الملعب، ثم لعب بارتكاز واحد لما الكره تكون عندنا هو حسين الراكد، ثم لعب باثنين لاعبين نص ملعب اللي هما صالحي والدمعي سيحب. لما الكره تكون عند المنتخب الهولندي يصيروا ثلاثه محاور كما قال سيد احمد، بن خلف الله للتغطيه على اليسار، الشرميتي للتغطيه على اليمين، ويقعد مهاجم واحد اللي هو سليتي، يعني 4-1 4-1 على مستوى 30 متر. فهنا المنتخب التونسي كان ربما طيب مردوده على المستوى الدفاعي، قاموا بواجبه على المستوى الدفاعي، ولكن على المستوى الهجومي كان مردودنا ضعيف وضعيف وغير تقريبا منعدم المردود الهجومي نتاعنا. وهنا ملاحظه في محلها، قال سيدي احمد احنا باش نلعبوا ضد كينيا بعد شهر ونص تقريبا ولا شهر، مطالبين بالهجوم ومطالبين انه نعملوا اللعب ومطالبين بثلاث نقاط، فاذا تجيب المنتخب الهولندي باش يلعب معها الدفاع فاحنا هذه فرصه باش نوريو لعبنا ونوريو امكانياتنا. هولندا قاعده وفيه للطابع التقليدي لسنوات تلعب به 4-3-3 في حاله الهجوم، المربع الكبير اللي عندهم بيرسي شنايدر روبن كويت قدام، وراهم لاعب كبير ياسر اسمه فان بومل هو اللي غير في اللعب بالكره الطويله ل 40 متر ويلعب لعب قصير. فملاحظه اخيره شيرازي بركه، نقول انه المربع نتاع هولندا تقريبا في 45 دقيقه غير مراكز، وبيرسي شفته على اليسار، روبن شفته على اليمين، شنايدر شفته قدام، كويت رجع كمستوى نصف ملعب، مرة واحدة شرميتي كان على اليسار في تقريبا في الدقيقة 40، وبن خلف الله تحول على اليمين، فاحنا ستاتيك نلعب في اماكننا، لكن المنتخب الهولندي قاعد يغير في عديد الاشياء. يعني ظاهرة بالنسبة لخطة المنتخب الهولندي التونسي اليوم يلعب مش ما يخسرش فقط. تقريبا يعني كما يلعب كان المنتخب التونسي ما عندوش فكرة باش يسجل. المنتخب الهولندي في كل مرة يوصل يحب يهاجم يلقى قدامه معناها حائط دفاعي المنتخب التونسي. مباراة ودية طبعا المنتخب الهولندي كذلك معناها يمكن النتيجة ما تعينوش حاجة كبيرة، كان جات مباراة رسمية راورينا اللعب آخر منتخب الهولندي، المنتخب الهولندي ولا يضطر أنه كيوصل مناطق المنتخب التونسي يرجع الكرة لديلي يدور الكرة في عقله ما مش يدور يلعب. في الكرة المنتخب الهولندي هذيك طريقة لعبه، معناها الكرة ما تعرف الكرة فما البروغريسيون الكونستركسيون والفينيسيون، معناها في كل مرحلة هما يلعبوا الحاجة اللي عندهم موجودة وهذه قلتها مرة في الأحد الرياضي اللي ما يقلقوش من تدوير الكرة، واللي احنا في تونس عندنا كلمة ديما نقولوها والله يا جماعة هذه دور الكرة، اللي يحب يدور الكرة لازم يدخل المناطق المنافس
هذا اش قاعد عامل الفريق الهولندي يدخل مناطق المنافس ويلعب لمسه برك اللي مش كل لاعب ينجم يلعب لمسه برك يكون عنده فنيات كبيره وقت اللي يدخل ويبداو يدوروا في الكره المهاجمين يبداو يتحركوا ويلوجوا في البلايص نعسوا على المهاجمين معناها اللاعبين روبن وفون بيرسي يجبدوا على الاطراف باش يحلوا المدافعين فهمتوا لاعبين الوسط يتحركوا وديما الديماركاج نتاعهم التحريك ديما يجي يقف ما بين جوز لاعبيه توانسه جوز لاعبيه توانسه خاطر كي تعطي الملاعب باس تعمل اليميني جوز لاعبيه هون يتحرك تبقى الفريق الهولندي ما خذاش صبغه هجوميه 100% مش ما خذاش تلقى دفاع مكثف تاع الفريق التونسي لكن الفريق الهولندي عنده حاجه اللاعب يلعب به وسط الميدان كي يخلط 30 متر يبدل في السرعه يولي بس اقل ما يمكن الكرات واللي لمسه برك يلوجوا في الكرات القصار والسرعه في المناطق هذوك. شو حسب رايك فاش ترى معناها المنتخب التونسي في الشوط الثاني؟ بسرعه انا نقول اللي مدرب منتخبنا اكيد انه خذ احتياطات المنتخب الهولندي وانا معاه في الاسلوب هذا لكن الجانب الهجومي لازم يعطيه اهتمام اكثر فانا نشوف انه وليد الطيب على اليمين ممكن يعطينا اضافه كبيره مركزه الاصلي ممكن يوقف الظهير اليسار نتاع المنتخب الهولندي وممكن يعطينا اكثر حلول هجوميه ممكن شريك يرجع لمركزه قدام معناها يتغير المراكز ثم عصام جمعه كما على اليسار هذه حلول ربما للمنتخب عصام جمعه اكيد اكيد ويسام بن يحيى طبيعي يسام قيدتهم كل وسام وشرميف يدخل وعصام جمعه وليد الطيب ثلاثه تغييرات لازم تكون موجوده خلينا نعطيه اكثر طابع هجومي بالنسبه للمنتخب ان شاء الله اذا على حسب التغييرات اللي قاعدين نشاهدوا فيها اذا المنتخب التونسي يولي مردود احسن في الشوط الثاني واللي عنده صبغه هجوميه اكثر حتى ربما من الساده المتفرجين اللي تابعوا في هذه المباراه عن طريق التلفزه او هوني في الملعب يتمتعوا بمباراه دوليه وديه حبوا تكون استعراضيه كذلك. توفيق عندك الخط انت وحكيم ابراهيم للتعليق على الشوط الثاني. فعلا رازي اذا ثم تغييرات باش تدخل وسام يحيى ورقم 13 اذا يدخل ثم تغييرات بالجمله ثلاثه لاعبين نعرفوا فيما يخص التغييرات المخصصه لهذه المباراه كل فريق يغير سته لاعبين هل هذا كذلك في صالح المنتخب التونسي اللي كما قلنا مازال عنده موعد ورقم 19 اذا يدخل من جانب نشوفوا بالنسبه رقم 19 اذا رقم 17 عصام يحيى عصام جمعه يدخل اذا كان قبله وسام بن يحيى دخل وتجانب العيد هذوما ثلاثه لاعبين اللي دخلوا الان اكيد باش يعطيوا حيويه اكثر لخطي الوسط والهجوم ورقم 15 اذا يدخل رافائيل فاندرفارت لاعب ريال مدريد ورقم 12 وهو كلاس فان هانتلر اللي انتقل السنة إلى ريال مدريد من أياكس أمستردام وبابل لعب ليفربول إذن هذو الثلاثة تغييرات اللي وقعوا مع بداية الشوط الثاني وإن شاء الله إذن نشاهدوا مستوى أحسن في الشوط الثاني لأنه كما قلنا بالنسبة للشوط الأول ما شاهدناش حاجة كبيرة برشا والحقيقة تقال إدسون ترجع من بابل إدسون من جديد ماتيسان ترجع له من جديد كانت من يويو طويله من ماتيسان وترجع الكره الى بابل في الثاني لمسه ليه بابل من جديد من هانتلر قلب الهجوم تبعوه مليح لانه يتمتع بامكانيات بدنيه وعنده على حاسه التهديف خاصه ترجع الكره الى روبن طويله توصل الكرة إلى بابل حاول باش يوزع في القائم الثاني والكرة كانت عالية شوية وكانت خطيرة جدا وفي أول لمسة ليه رافائيل فاندرفارت لاعب ريال مدريد الخطير ولكن بتصويبة ازدواجية الكرة نتاعو مرت فوق الأخشاب فوق مرمى إذا حمدي القسراوي ترجع من حمدي القسراوي طويلة وثم خطأ ضد عصام جمعة حصل ليه اللي فات حسام جمعه ضد ديونغ
ثم كايت معاش رفيق. شوف التغيير تغير توفيق كايت تغير كايت دخل كلاسيا هانتلار دخل كقلب هجوم صريح رايم بابل يلعب جناح أيسر وراي روبا أريان روبا مشى قعد جناح أيمن. شوفوا رايم بابل رجل يمين ويلعب على الجهة اليسرى روبا رجل اليسار يلعب على الجهة اليمنى ثم يقع التغييرات. شوفوا كما شوفوا فاندرفال دخل مكان ويسلي شنايدر معناها وراء المهاجمين ثم يشارك في الدور الهجومي والدور الدفاعي. ونراه هنا اللاعب صانع العاب العديد من الناس يتكلموا عليه وكل المعادش الفرق اللاعبين الكل يشاركوا في صنع الهجمه في بناء الهجوم سواء كان من الظهير الايمن الظهير الايسر وسط الميدان زوز ارتكاز ومعناها فان بومل راهو فيتسل وفاندرفارد كلهم يشاركوا في بناء الهجوم ثم ينطلقوا للدور الهجوم باش يحاولوا يسجلوا اهداف. اذا ترجع الكره من اتسل وفهيد بن خلف الله الان فهيد بن خلف الله مازال محافظ على كورته تعكس الهجوم وتوصل الى بابل بابل طويله معها فاندر بارد ترجع بن حسين الراقد توصل الى جعايد سويسي سيره عصام جمعه عصام جمعه عصام جمعه الى حسين الراقد حسين الراقد تهرب الكرة على الشرميتي وتعكس الهجوم الآن لفائدة المنتخب. شوفوا بالنسبة لبويون كان عنده امتيازات طيبة جدا خلاته باش ياخذ هذه الكرة وترجع الكرة الآن إلى روبن 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 مازال محافظ على كورته ديونغ وتوصل الكرة إلى فان بومل فان بومل طويلة ويرجع كريم حقي بعد هذه الكرة خصوصا عدم الارتباك داخل المناطق الخلفيه للمنتخب التونسي. على ان هذه التغييرات تجيب نتيجه هذا ما تبناه على كل حال وسام بن يحيى طيبه ترجع الى السويسي الان السويسي في اول ربما اول هجوم يتقدم له السويسي من الناحيه اليمنى ويخلق حركيه على مستوى هجوم المنتخب التونسي من الناحيه اليمنى. توفيق بدايه الشوط الثاني مشجع للمنتخب التونسي شفناه مشى قدم اكثر الهجوم اكثر معناها حتى فهيد بن خلف الله قدم اكثر مساندة مع عصام جمعه. عصام جمعه نعرفوا عنده اللياقه البدنيه والاتليتيك معناها عنده بنيه جسمانيه تساعده لامتلاك الكره ثم تغطيه الكره نتاعو باش يعطي الوقت للاعبين وسط الميدان باش يساندوه حتى يفرق. الشرميتي مهاجم لازم يلعب على الهجمه المرتده والسرعه. عصام جمعه عنده سرعه ما في نفس الوقت عنده البنيه الجسمانيه التي تسمح له بامتلاك الكره وتغطيتها باش يسمح للفريق اللاعبين يساندوا للمسانده. لكن في نفس الوقت هذا الدور الهجومي اللي يقوم به المنتخب التونسي باش يغلق نوع من الانفتاح في الدور الدفاعي ونوع من الثغرات الدفاعيه باش تكون موجوده بطبيعه الحال. إذا ترجع الكرة من الحارس الطويلة في اتجاه بابل ومعه سويسي وتخرج الكرة تماس لفائدة المنتخب الهولندي. ثم إذا تغييرات بالنسبة للمنتخب التونسي خرج كذلك الشرميتي والدمعي والسايحي وإن شاء الله على كل حال هذه التغييرات تعطي أكلها بالنسبة للمنتخب التونسي حتى يحصل الانسجام لأنه المهارات الفردية وحدها وإذا كانت ثماش لحمة ما تعطي حتى شيء. نرجع الكرة إلى راين بابل راين بابل مع فهيد بن خلف الله ديونغ توصل الكرة إلى إتسون بابل إتسون عملية ثنائية سريعة ولكن الكرة تخرج تماسي فائدة المنتخب التونسي وسويسي هو اللي باش يرجع الكرة إلى اللاعب. طويلة من السويسي لكن قبل ذلك ثم إتسون عصام جمعة عصام جمعة إذا محافظ على كورتو يتحسن على مخالفة لفائدة ضد ديونغ ديونغ انذار شو جهله الحكم المصري عبد الفتاح فعلا وهو الانذار الاول بالنسبه الى المنتخب الهولندي. امامكم عصام جمعه. شوفوا وسام يحيى تو قرب اكثر زاد عصام جمعه باش يلقى المسانده بتاعه في دور الهجوم يشوف انطلاقه في في العمق اللي ما كانش موجود بكثره الانطلاقه في العمق من وسط الميدان. من ترجع الكره لفات المنتخب التونسي ترجع الكرة إلى الخلف حسين الرجل مباشرة إلى رادي الجعايد رادي الجعايد رادي الجعايد باهي يسعد إلى الهجوم رادي الجعايد
اول هجوم لقائد رايد الاتحاد عصام جمعه. عمليه ثنائيه ما تتمش وترجع عصام جمعه الى الخلف. كان بامكانه باش يمرر الكره الى جعيدي السويسي، توصل الى عصام جمعه. فهيد من خلف الله باهي فهيد باهي فهيد من خلف الله. عمليه ثنائيه والكره ما تمرش وترجع من دفاع المنتخب الهولندي وتحديدا من بوريس ماتيسان. وقبل ذلك تم مخالفه لفائده المنتخب الهولندي. نلاحظوا توا الان حكيم اللي بعض المدافعين كما السويسي او كذلك كرادي شعايدي في اللقطه الاخيره ولاو يتقدموا نسبيا اكثر. هذا اللي قلناه بكري يا توفيق، هو كونه المنتخب التونسي الاداء نتاعو ما كانش جيد. الان الشوط الثاني شوفوا الاداء نتاعو قاعد يتحسن من الدوري، اكثر ثقه في روحه. انا ديما نقول الوقت عهد ولا وانتهاء نتاع الوقت نتاع المنتخب التونسي. انا كان باش يخاف في السبعينات، كان يخاف من المنتخبات الكبرى الهولنديه والالمانيه والانجليزيه وكل، لكن الوقت الحاضر المنتخب التونسي ولا معروف الناس كل تقرا له الف حساب. معناها هذا ايش معناه؟ معناها يجب يعطي ثقه للاعبين، يجب يكون عندهم ثقه في رواحهم ويلعبوا بالند ند الفرقه ذي. لكن اللاعب بالند ند ماهوش الا بالكلام، بالاداء الاداء السهل، التمركز، الاندفاع، الروح الانتصاريه واللعب السهل بطبيعه الحال وتطبيق الخطط كما مطلوبه من طرف الاطار الفني. هذا الاداء هذا شفنا في نفس الفريق في نفس المباراه بدايه الشوط الاول كيف انه تعدى وبدايه الشوط الثاني راوها معناها ايجابيه اكثر. اذا ترجع الكره ايدسون في ارجاع الكره من تماس طويله ثم هانتلر ثم ايدسون من جديد، ترجع الى فان بومر. فان بومر اللي يحاول باش يوزع وترجع الكره لفهيد بن خلف الله ثم السويسي. الان السويسي يبحث عن المسانده وتوصل مباشره الى قائد الفريق رادي الجعايدي اللي يخوض مباراه بتاعه رقم 102 وهو سحب الرقم القياسي بالنسبه للاعبين التونسيين اللي دخل في نادي المئه، علما انه بالنسبه لنادي المئه عنده كثير من المقاييس. تم مخالفه تحصل عليها فهيد بن خلف الله. قلت فيفا تعتبر الا كان بعض المباريات اللي فيهم معترفه بهم هذوكم اللي تحسبوا. ثم كثير من اللاعبين التونسيين اللي شاركوا في بعض المباريات وكانوا يعتقدوا انهم فاتوا ال 100، ولكن راضي الجعايدي هو اللاعب الوحيد التونسي اللي فات 102 وهذا حسب وثائق زميلنا عماد الكيلاني. ترجع الكره اذا مخالفه لفائده المنتخب التونسي وتخرج الكره بعيده برشا. فهيد بن خلف الله التصويبه بتاعه كانت بعيده برشا على مرمى الحارس مارتن اللي كان نجم نقولوا عوض حارس متميز جدا وهو فاندر سار اللي بدوره في البطوله الانجليزيه حتى رقم قياسي قديم جدا اكثر من 29 سنه منذ سنه 79 مارس 79 كان الرقم القديم 1103 دقيقه بدون ما سجل اي هدف، قد الشباك بتاعه نظيفه وهو الان عنده 1212. وحارس بدر سار هو ايضا صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدوليه مع المنتخب الهولندي، وكان خاض اخر مباراه ليه يوم 15 اكتوبر من السنه الماضيه باسلوب لحساب تصفيه كاس العالم النرويج هولندا 1-0. وهو ارين فاندر سار عمره 38 سنه مواليد 70 وانطلق مع المنتخب منذ سنه 95 فيما نلاحظوا بالنسبه للحراس المرمى حتى ولو يكونوا عمرهم طويل دائما وابدا يكون العطاء نتاعهم طيب. شوفوه في مانشستر يونايتد السنوات الاخيره الكل ما دامش معها حارس لمده طويله معناها وراء بعضه، معناها شفنا بعد شمايكل مانشستر يونايتد كان يغير في الحراس بكثره بحث على الحارس اللي حاجته به لين تحصل على فاندر سار. هنا تو عنده الموسم اعتقد الموسم الثالث مع مانشستر، وحتى مدرب المنتخب الهولندي بيرت فان مارفيك قاعد باقي يصدع فيه ويعاود يحب يجي يحب يغير رايه عن الاعتزال والابتعاد عن المنتخب الهولندي. طويله من حقي ثم حتى الاستقبال من المنتخب التونسي وترجع الكرة في وسط الميدان. شفنا دائما وابدا في وسط الميدان ثم صعوبات كبيرة، كانت الكرة بعيدة على تيجاني بلاي وثم صعوبات كبيرة. روبن رجع إلى الوراء ديونغ بعدها إيدسون توصل إلى بابل لكن بعيدة وحسين الريقة يقص هذه الكرة وتعكس الهجوم وسام بن يحيى.
مركز هجومي كابتن المنتخب التونسي طويله في اتجاه حسام جمعه. حسام جمعه يقعد دائما ابدا يبحث عن المسانده للفريق التونسي. بالعيد عمليه قصيره ترجع كره الى حسين الراقد. تغيير كلي ثم فهيد بن خلفله يهرب عليه الكره لحدنا تفريق عند افتكاك الكره للوقت الحاضر للمنتخب التونسي. فما اكثر سرعه من الشوط الاول وفما عدد اوفر مساند للمهاجم لعصام جمعه في عند الهجمه المرتده. معناها مشى عصام جمعه افتك الكره شاد الكره عصام جمعه في العمق ثم ثلاثه اربع لاعبين وسط الميدان مشاو وساندوا عصام جمعه الا ما كانش الشوط الاول موجود. وهذا هي الاسلوب وهذه الطريقه اللي يلزم يلعب بها معناها ديما خلق الزياده العدديه في كل منطقه موجوده فيها الكره. رجع كرة من حارس ماركو طويلة ثم السويسي كان معاه هتلر وتخرج الكرة ثم الجعايدي وبابل يعرفوا بعضهم في البطولة الإنجليزية باعتبار الجعايدي أصبح يلعب الآن في فريق برمنغهام اللي كان في الدرجة الممتازة ويلعب حاليا في الدرجة الثانية. وباش يكون ثم تغيير آخر في تشكيلة المنتخب الهولندي بعد قليل ونتبعوا تهرب الكرة على بابل وتعكس الهجوم لفريق المنتخب التونسي. توصل الكرة إلى بلاي تغيير كلي فهيد بن خلفله السويسي راقد راقد طويلة في اتجاه فهيد بن خلفله لكن ما كانتش فيها الدقة ما تخرج الكرة ضربة مرمى. وثم زوز تغييرات أخرى في تشكيلة المنتخب الهولندي باش يتم الآن. الآن رقم 16 تيمر باش يخرج مارك بامبو من رقم نشوفوا رقم 20 وهو سكارس. تغييرات بالجملة ياخذ مكان يوم ورقم 18 وهو دافيد مانديز دا سيلفا. كما قلنا بالنسبة إلى هذه المباراة مسموح فيها ستة تغييرات إلى حد الآن بالنسبة للمنتخب الهولندي. استعمل خمسة تغييرات في حين المنتخب التونسي كان استعمل ثلاثة تغييرات. وبالنسبة للجماهير تحاول بالهتافات نتاعها باش تشجع المنتخب التونسي حتى يقدم مردود أفضل في هذه المباراة. ترجع الكرة إلى بابل ويلا ثم روبن 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 معها السويسي وتخرج الكرة تمس وروبن ربما متغشش متدخل يعتبره خشن شوية نوعا ما من جانب وثم انذار خالد السويسي. أنا أتساءل روب ظهروا للمرمى في زاويه نتاع المرمى نتاع الملعب شو ينجم يعمل؟ اعتقدش اللي ينجم يخلق حتى خطر. علاش خالد السويسي يتحصل على 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 كارت اصفر معناها على انذار من غير حتى داعي؟ هذه النضج التكتيكي اللي تنقص اللاعب التونسي في العديد من المباريات. رقم 18 بجانب المنتخب التونسي وهو وليد التاي باش ياخذ مكان خلف الله. التاي ياخذ مكان خلف الله وهو التغيير الرابع في تشكيله المنتخب التونسي. وفاندر بارت في التغيير في تنفيذ هذه المخالفه. وان شاء الله المنتخب التونسي يلقى ربما التشكيله المثاليه اللي تمكنه خصوصا في الامور الجديه. وهذا الهدف الاول بالنسبه للمنتخب. وهانتلر كما قلت هداف معروف وياسر معروف كهداف اللي انتقل الى فريق ريال مدريد عنده حاسه الشم في التهديف وبتصويبه راسيه يتمكن اذا في الدقيقه 61 16 دقيقه لعب في الشوط الثاني يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده المنتخب الهولندي. هذه ما نعبر عليها بالعمليه الرجل الثالث معناها توقع توزيع للاول والاول الى الثاني والثاني حضرها للجاي من الخلف اللي هو الرجل الثالث. شوف هنا بالراس حضرها الهنتلر العطاير رغم انه هو
لاعب يميني ويلعب ويضرب الكرة على طول بطير من رجل يسرى. كما قلنا لاعب عنده حساسية في التهديف، لعب هذه المباراة رقم 19 بتاعه على المستوى الدولي مع المنتخب الهولندي، وفي 19 مباراة مركة 11 الهدف، نجاعة كبيرة. هذا هدف رقم 11 بتاعه مع المنتخب الهولندي. طويلة من إدسون في اتجاه بابل، لكن السويس يقبل، ترجع الكرة عن طريق وليد التيف في أول لمسة ليه، واعتبر هذه المباراة الأولى بتاعه وليد تايب بعد المجهود والمردود اللي قدمه مع فريقه الترجي الرياضي التونسي، خلاه يكون من أحسن اللاعبين الموجودين في البطولة الوطنية. وزيد كلاسيون هنترا من اللاعبين أنا محذرهم الملعب المدرب كيما فان دي فارت، بما أنه ماهوش قاعد يلعب أساسي وهوش قاعد يلعب تقريبا قلة بالكل في ريال مدريد، قاعد معناها الضغط من طرف المدرب عليه باش قالوا زاد يا يلعب يا يشوف فريق اخر باش يلعب لي كي يبقى في ضمن المنتخب. اذا تهرب الكره على عصام جمعه وتصل مباشره الكره الى الحارس مارتن. حتى بالنسبه الى حد الان فيما يخص جمال الساحر تصرع الى حد الان ما لناهش كيفاش قاعد ربما يقدم مردود طيب، على كل حال ان شاء الله يتاقلم اكثر مع المنتخب التونسي. ترجع الكره من حسين الراقد، حكي رادي شعايد، رادي جعايد طويلة من رادي جعايد وما تصلش الكرة إلى وسام بن يحيى، تعكس الهجوم ثم روبن وتخرج توصل الكرة مباشرة إلى حارس المرمى حمدي القسراوي، تهرب الكرة على الدمعي توصل إلى الراقد الآن، وثم مخالفة لفت المنتخب التونسي كان تحصل عليها وليد التايب. واضح هنا اذا كان باش يمشيو ينسازفوا اكثر للهجوم ونحبوا نظرتوا اكثر على المنتخب الهولندي بطبيعه الحال باش يخلقوا اكثر مساحات وفراغات بالنسبه للمنتخب الهولندي للهجمات المرتده، وهما بطبيعه الحال عندهم الدقه في التمريره ويحصلوا معناها يحصلوا الهجمات المرتده ووقت يجيبوا اكثر خطر من اللي قاموا به الشوط الاول. ترجع الكره الى وليد التايب من الناحيه اليمنى، وليد التايب ومع ادسون حاب باش يوزع ولكن التوزيعه نتاعو بعيده وتخرج ضربه مرمى لفريق المنتخب الهولندي. يلزم كثير من التركيز خصوصا امام فريق اسمه المنتخب الهولندي اللي يحتل حاليا المرتبه الثالثه، ولو انه ربما الترتيب الفيفا ما عندوش اهميه كبرى، مش هو زعما احسن ثالث فريق في العالم، ولكن نعرفه بالنسبه للمنتخب الهولندي دائما ولن يكون في المرتبه الاولى، وسجل عوده قويه خلته باش يكون حاليا وراء اسبانيا وراء المانيا ومباشرة في المرتبة الثالثة أمام كل من إيطاليا والبرازيل والأرجنتين. وعلى ذكر إيطاليا والبرازيل يوم أمس كانت مقابلة دولية ودية في لندن جمعت بين الفريقين البرازيلي والإيطالي، والبرازيل انتصر بنتيجة عريضة 2-0 وقام بمباراة نجم نقولوا شبهها بمباراة استعراضية في لندن بالذات. رجع كلها ثم وليد التايب ومعه إدسون، لكن إدسون قبل يستغل طول القامة بتاعه وضرب الكرة على سويسي توصل إلى بابل، وهانتلار يرجع كرة توصل مباشرة إلى ووتر. كما شفنا بالنسبة للفريق الهولندي يستغل العمليات السريعة في حبك العمليات المضادة، رجع من وليد التايبي خلاها إلى زميله حسين الراقد ومخالفة. السرعة والدقة، السرعة والدقة، سرعة لكن فما الدقة في نفس الوقت، أما السرعة من غير الدقة تولي ما عادش تفيد، واللي إضاعة كر ترويح كرة على الاطراف وتضيع الكره وما فيهاش دقه، لما فيهاش دقه ما تنجم تعمل بها شيء. كره دمعي، دمعي مازال محافظ على كورته، دمعي وتهرب الكره على عصام جمعه ويحققهاش كذلك حسين الراقد. هنتلر صاحب الهدف الوحيد الى حد الان وتخرج الكره تماس كانت خلف اللاعب براين بابل لاعب ليفربول. شفنا في المنتخب التونسي توفيق لحظه الشوط الاول عندك الدمعي الساحي والراقد كانوا يلعبوا تقريبا نفس الدور، كانوا ثلاثة ارتكاز ثابتين يقوموا بالدور الدفاعي فقط وكانت مساندة قليلة برشا للدور الهجومي. لما دخل تو وسام يحيى في الشوط الثاني ثم تو بعد زاد دخل تجاري بالعيد ولا فما أكثر مساندة للدور الهجومي، معناها باش تمشي تهاجم لازم أكثر لاعبين اللي يساندوا في الدور الهجومي في نفس الوقت يرجعوا باش يقوموا بالدور الدفاعي نتاعهم كما يلزم. والهدف جميلة جدا، جميلة جدا، هدف ممتاز من الممتاز من دمعي، دمعي من مسافة بعيدة جدا يتمكن من تعديل النتيجة ربما على مستوى مردود بناء العمليات الهجومية ما مشاش أحسن ما يكون، ولكن في تصويبة قوية وقوية جدا
في الدقيقة 67 يهدي هدف التعادل، وأيمن الدمعي يمكن تونس من اللحاق والعودة إذا في المباراة بعد هدف. آية في الروعة والجمال والدقة من مسافة بعيدة جدا، مارتن قا يتبع فيها ولكن لقاها في النهاية في الشركة. لاحظوا هنا توفيق الهجمة هذه والهدف هذه كيف سجل لما مشاو العديد من اللاعبين، عصام جمعة السيحي، جمال السيحي هو اللي سجل رقم 7، هو أيمن دمعي رقم 11، جمال السيحي، عصام جمعة، وليد التايب، تقريب وسام يحيى، كل لما مشاو الهجوم خلاوا المساحة ضغط على دفاع المنتخب الهولندي باش يوخر تالي باش خلى المساحة للسيحي باش يقدم ويلقى الوقت الكافي باش يسدد تسديدة جيدة. وشفنا كيفاش الكرة فيها تموج يعني تغيرت الملحة نتاعها. والرقم 7 إذا كما قلنا جمال السيحي ولعب مونبيليي بتصويبة قوية جدا يغالط بها الحارس الممتاز مارتن سكيتلبرغ، وتتغير النتيجة إذا في الدقيقة 67 تصبح هدف مقابل هدف، وتفاعل الجماهير بهذا هدف التعادل اللي كان آية في الروعة من جمال السيحي. شفنا معناها التنشيط الهجومي الشوط الثاني ولا أحسن بطبيعة الحال كما قلنا تخلق معناها ينقص يولي ينقص الكثافة العددية في الدور الدفاعي، لكن يولي عندك أكثر دور في الدور الهجومي، وهذاك يضغط على الدور الدفاعي يولي الفريق المنافس يولي يحتاط أكثر، معناها باش يولي يخفف من الضغط الهجومي علينا وباش يولي بطبيعة الحال يبقى يولي يلعب أكثر على الهجمة المرتدة، ما عادش كما كان الشوط الأول كان هو يلعب، ولا كان الشوط الأول كان هجوم ضد دفاع. الشوط الثاني ولا تو فريقين يلعبوا من ند لند وأكثر ثقة للمنتخب التونسي نفسه. بابل ترجع كرة إلى إيدسون، إيدسون إلى الخلف، ماتيزان، ماتيزان ترجع له كرة من جديد، ماتيزان يغير كليا الموجود روبن من الناحية اليمنى، وأكيد بالنسبة روبن الآن يحاول باش يقدم وتدخل هائل ياسر من رادي الجعايدي ويخرج الكرة في الركنية. أكيد بالنسبة للمنتخب الهولندي باش يحاول هو الآخر باش يرفع النسق، وأكيد أن هذا هدف باش يعطي انطلاقة جديدة لهذه المباراة اللي شاهدنا فيها زوز أهداف كل واحد طريقة من التصويب سواء من هانتلار أو كذلك جمال الساحي. ترجع كرة إلى هيدسون، هيدسون يحاول باش يوزع وترجع من كريم حقي وتهرب الكرة على وليد تايب وتخرج الكرة مباشرة في التماس، تماس لفائدة المنتخب الهولندي، وإيدسون في رجع الكرة إلى اللعب، نفذ قصيرة وتصل مباشرة إلى اللاعب رافائيل فاندرفارت. فاندرفارت كنا نعرفوه لاعب عنده كذلك قيمة كبرى ولكن مش قاعد يلعب ربما كأساسي مع فريق ريال مدريد، خلاه ينقص من المردود نتاعو في المباريات الأخيرة، وعلى ذلك ربما المدرب نتاعو كما قلت حكيم كان دائما وابدا يدعوه لبذل المزيد من المجهودات وحتى يلعب بصفة أساسية ويفتك مكان ضمن التشكيلة الأساسية في المنتخب الهولندي. بطبيعة الحال نسق نسق المباريات راهو ما يتعوضش بالتمارين، التمارين وحدها عمرها ما تعوض نسق المباريات، خاطر المباريات فما أكثر بذل مجهود أكثر فيه، فما ضغط ذهني أكثر، فما انضباط تكتيكي أكثر، هذا كل مجهود كبير وما يتعوضش بالتمارين فقط. ولما يلعب في ريال مدريد بطبيعة الحال هناك معناها مستوى عالي ونسق عالي جدا، إذا كان يفقد النسق هذاك بطبيعة الحال باش يلعب في المنتخب يولي صعيب باش يلقى مكانته. إذا كما لاحظ جمال السيحي في المباراة الثانية بعد ما لعب في غانا يتمكن من تسجيل في المباراة الثانية هذا الهدف الأول نتاعو. ترجع الكرة إلى بابل، بابل مع فاندرفارت، بابل من جديد ولكن مقطع وترجع الى سويسي، سويسي في عكس هذا الهجوم وترجع باهيه من الساحي، باهيه شوفوا لما سجل الهدف جمال الساحي اصبحت عنده معنويات كبرى، ترجع الكره الى عصام جمعه طويله وتدخل من الدفاع، لاحظ بالنسبه للاعبين اصبحوا يلعبوا اكثر استماته وبقوه، وشفنا كيفاش عمار جمل يصعد كذلك الى الهجوم للمعاذه الخط الامامي. ترجع الكره الى بابل، بابل الان
بابر معها ميمو سويسي يمشي للسويسي ويحاول باش يتجاوز السويسي بكيفيه غريبه ياسر، وكاد يكون الهدف الثاني من روبن، كاد يكون الهدف الثاني من روبن لو الله الطاف الله، والكره تخرج اذا ضربه مرمى. هذه الكره هجمه بهجمه، كانت الهجمه من الجهه الاخرى عمار جبل خرج وساند الهجوم، جاب الخطر للمنتخب التونسي، تلقى هجمه مرتده يجيو على الهيبه الايمن يولي اقل كثافه عدديه من قبل، بطبيعة حال يخلق الفرص للمنتخب الهولندي. وشفنا كيفاش فابل لانه يثق برشا في امكانياته مشى على المدافع السويسي زعما مشاله ما خافش منه وعرف كيفاش باش يتجاوزوا بسرعه نتاعو بمراوغه فنيه وكاد باش يجيب الهدف الثاني، ولكن التصويبه نتاع روبن كانت بعيده. ترجع كره الى ادسون، ادسون وتفتك الكره باهيه من وليد، وليد التايب، وليد التايب سمع عصام جمعي يطلب الكره، وليد التايب مازال محافظ على كورته، وليد التايب ياسر سبقها وثم قبل ذلك خطا والحكم يعطي ضربه مرمى للحارس مارتن. تنساش ان نسق المباراه الشوط الثاني ارتفع، منتخب اللاعبين ماهوش متعودين بالنسق، اللاعبين خاصه في البطوله التونسيه مش متعودين بالنسق العالي، نعرفوا لما نتفرج في المباريات في البطوله التونسيه راهو نسق اوطى برشا من النسق هذا. بطبيعه الحال اللاعبين لما يبذل مجهود كيما وليد التايب تو تاع 50 و60 متر بكره في رجله في اخر نهايه المطاف باش يقع ياثر عليه الارهاق. توصل الكره الى بابل من جديد، بابل بابل باهيه وتخرج الكره باهيه من وليد التايب، يخرج الكره في التماس سريع وخطير جدا لاعب ليفربول بابل. توصل الكره من سكارس، ثم فاندر بارتي رجع الكره الى الخلف وتمشي مباشرة من اللاعب كانت اوير. الكرة ما توصلش للاعب رقم 8 من جانب المنتخب التونسي وهو تجاني بالعيد. ترجع كرة هجوم خطير وثم كان عصام جمعة في موقع تسلل، للأسف الشديد كان في موقع تسلل ربما كان مخر شوية برك كان تجم تكون هجمه خطيره بالنسبه للمنتخب التونسي، كان يجم يهرب على فان ماتيسان. لكل حال بالنسبه للمردود طيب اصبح بالنسبه للمنتخب التونسي ويلزم يقظه في الدفاع وكذلك في عكس الهجومات. ضرب الكره على بابل وتخرج الكره، اذا تماس افاده المنتخب التونسي اللي تحسن اداه بكيفيه تحسن اداه توفيق تحسن اداه رغم نفس الرسم التكتيكي بقى هو نفسه، لكن الاداء معنا نشوفوا الاداء قداش ياثر على الرسم التكتيكي على الخطه التكتيكيه. الناس كل تنتقدها بسهوله لكن الاداء هو اللي يجعل الخطه ناجحه ولا ماهيش ناجحه. حتى بالنسبه للمعنويات خصوصا بعد الهدف الثاني اللي كان سجله جمال الساحي خلى اللاعبين يتجاوزوا انفسهم اكثر ويقدموا مردود طيب. ضرب الكره على السويسي قصيره، كانت قصيره برشا ما توصلش الى وسام يحيى وباهيه من كريم حقي وما توصلش الى تيجاني بالعيد وثم حقي حقي ويبعد هذه الكره مباشره في التماس. ما يلزمش الارتباك، نعرفوا بالنسبة إلى حقي عنده مدة طويلة مع فريق ليفركوزن، ما لعبش في التشكيلة الأساسية وربما يغير الفريق نتاعو في أعقاب هذا الموسم. يلزم كذلك زاد نعرفوا اللاعبين اللي في ساقيهم الكرة ربما يكونوا عندهم متميزين أكثر لما يلعبوا. بطبيعة الحال لما كما قلنا معناها اللاعبين اللي عندهم نسق المباريات شيء مهم معناها يلزم أعتقد في العالم كامل. بطبيعة الحال تابعوا هذا التغيير، إذا سحب فابيان كاميو وهو يلعب في فريق شارلوروا واول مباراه بالنسبه لي فابيان كاميو وهو من مواليد 28/2/85 يلعب في الفريق البلجيكي. ربما لازم تبعد الكره ساعه من حقي بعد هذه الكره، ربما التشريك كثير من اللاعبين لاول مره هل هو مفيد كذلك قبل مباراه هامه؟ هذا هو السؤال على كل حال. والله هذا الواحد ديما يتساءل الاسئله هذه الكل خاطر كله ما اعتقد معناها الاطار الفني لما يقوم بالمشاركات هذه وتشريك العديد من اللاعبين وتجربه اللاعبين معناها عنده معطيات معناها باني عليها الاختيارات نتاعو، لكن يا ترى الوقت صحيح يلزم الواحد يستغنى على الاسامي فقط ما يلزمش يتبع. وقبل ذلك تم تسلل ولفت يد معناها مش الاسامي هما عصام جمعة كما قلت على حقي معناها مش الاسامي هما اللي لازم يلعبوا، هو المردود هي الثقه هو العطاء نتاع اللاعب هو اللي يفرض روحه. يلعب في فريق كبير ولا في فريق صغير مع ساعات تلقاو لاعبين يلعبوا في فريق
في فرق أصغر لكن الأداء نتاعهم جيد أكثر من فرق من لاعبين في مستوى في فرق أكبر. كنا نشاهدوا في فاندربارت في هجوم سريع جدا وكذلك خطير من جانب المنتخب الهولندي وتألق أحسن ما يكون حارس مرمى القصراوي. شفنا أقل يعني غلطة داخل المنطقة الخلفية تجيب خطر كبير جدا. ترجع كرة طويلة من أوير طويلة توصل مباشرة إلى بابل. بابل إلى إتسن وركرز ثم عمار الجمل يخلي الكرة مباشرة إلى حارس مرمى. قصيرة الجعايد مباشرة إلى حمدي القصراوي طويلة وتعكس الهجوم اللي فات المنتخب التونسي. عصام جمعة بعده وليد التاي. عصام جمعة يحاول يغير الموجود بالعيد وتوصل الكرة مباشرة إلى حارس المرمى مارتن. توا نشوفوا بالنسبة للاعبي المنتخب التونسي قاعدين يحاولوا ربما التسلبات من مسافات بعيدة بعد الهدف اللي كان سجله الساحي ولاو هما بيدهم يأمنوا بحضورهم ويحاولوا بتصويبات من مسافة لعل يهتديوا مرة أخرى إلى طريق الشباك. بطبيعة الحال الثقة في النفس تخلي اللاعب يولي يصوب ولي يأمن بقدراته ولي يصوب. تبعوا الهجوم هذا عصام جمعة طويلة في اتجاه وليد التايب ومع إتسون. وليد التايب وتخرج الكرة لا مازال ما خرجتش وثم مخالفة لفائدة المنتخب الهولندي واعتبر قرارها ثم مخالفة مضايقة من الخلف من وليد التايب. شفنا هنا وليد التايب رغم انه عندنا في تونس من اسرع اللاعبين كجناح تقريبا من اسرع الاجنحه اللي عندنا في تونس هنا رغم انه كانت عنده اسبقيه معناها اللاعب المنافس نتاعو برافهاي لازم يرجع الخلف ماهوش كيما وليد منطلق والاخر لازم يدور ويرجع دار ورجع وخلط وصل قبله الكره معناها فما زاد حتى من الناحيه البدنيه والفيزيولوجيه معناها فما جاهزيه اكثر عند اللاعبين الهولنديين راهو فيها الوقت الحاضر. ترجع الكره الى روبن متع بامكانيات بدنيه ومراوغات توزع بالرجل اليسرى. تبقى الكره عن طريق هونتلار وقبل ذلك ثم مخالفه غير مباشره لفائده المنتخب ضد السويسي. هونتلار معروف لاعب خطير جدا ومخالفه لفائده المنتخب الهولندي. شوفوا كيفاش تدخل السويسي امام هونتلار ومخالفه تشكل خطوره كبرى على مرمى حمدي القصراوي. ثم هونتلار امام الكره كيفاش باش يكون التصويب. ثم كذلك بابل قريب من الكرة بل فاندر فارت ولا هو امام الكره وهنتلار الان يحاول باش يسوي بعيده تصطدم في احد المدافعين وتخرج ضربه مرمى. بالنسبه للتنفيذ كانت تقصيره بانها مخالفه غير مباشره. فاندر فارت مباشره الى هنتلار وتصطدم باحد المدافعين وتجيب ركنيه لفائده المنتخب الهولندي وتكون الكره ضربه مرمى لفائده المنتخب التونسي. شوفوا تقريب 35 دقيقة معناها لعب الشوط الثاني معناها شفنا المنتخب التونسي أكثر حركية أكثر تغيير مراكز بين اللاعبين أكثر مجازفة وذهاب للهجوم وفي نفس الوقت الرجوع للدور الدفاعي حتى رغم أن مشاو أكثر هجوم باقي الدور الدفاعي للمنتخب التونسي موجود على أحسن ما يرام. معناها شوفوا الشوط الثاني فريق مخالف للشوط الأول أداء أحسن هذا يشجع هذا أداء مشجع هذا علاش أعتقد المباراة هذه اختارها المدرب الواو الإطار الفني
المنتخب التونسي اختار المباراة هذه باش تكون معناها كحافز للاعبين باش يبذلوا أكثر ما في وسعهم من مجهود معناها بدني وفني وذهني على يعطيهم ممكن معناها معنويات مرتفعة يمشيوا بها إذا كانوا يقوموا بمباراة جيدة كما قاموا بالشوط الثاني تو أعتقد يمشيوا بأكثر معنويات مرتفعة أكثر للكؤوس الأفريقية. إذا باش يستأنف اللعب وقبل ذلك ثم عصام جمعة يؤمر الحكم عصام عبد الفتاح بمغادرة الميدان. مسلمة التنفيذ من السويسي مباشرة إلى كريم حقي. شوفوا التمريرة كيفاش مقترة ومقترة جدا ويلزم بالنسبة للحارس المرمى يرجعها كرة في ساقه. شوفوا كيفاش بعض الأخطاء حتى من تماس ترجع كرة إلى الخلف وعدم الدقة تنجم تشكل خطورة على دفاع المنتخب التونسي. ترجع من إيرسون توصل الكرة من دا سيلفا مباشرة إلى ماتيسان. أوير الآن قائد الفريق ماتيسان تغيير كلي في اتجاه بابل ومعه السويسي خالد السويسي ومعه بابل. بابل خطير جدا ويحاول باش يوزع في القائم الثاني وتبعث الكرة كهربت الكرة على دا سيلفا وترجع إلى إيدسون. إيدسون ومعه وليد التايب. بابل تضرب الكرة على وسام يحيى وترجع من سكارس. ما زالت الكرة بحوزة الفريق الهولندي طويلة من دا سيلفا ويتعكس الهجوم اللي فات المنتخب التونسي. طويلة في اتجاه عصام جمعة. عصام جمعة تهرب عليه الكرة. يلزم اليقظة والسرعة وعدم الاحتفاظ بالكرة لأنه كما تلاحظوا بالنسبة للدفاع يرجع بسرعة من جانب المنتخب الهولندي. وروبن وإمكانيات فنية كبرى. رجع كرة إلى دا سيلفا. دا سيلفا إيدسون. إيدسون يرجع الكرة إلى الخلف ماتيسان. تغيير كلي من جانب المنتخب الهولندي وين موجود روبن صاحب الإمكانيات والمهارات السريعة جدا كل ما يأكل كرة إلا وكان يجيب مخالفة وشكل خطورة. وثم تغيير سادس وأخير رقم 19 دربيل غريغوري دربيل من جانب المنتخب الهولندي باش يتم بعد قليل. تبعوا هذه المخالفة كيفاش باش يتم التنفيذ سواء بصفة مباشرة. وثم تغيير إذن رقم اثنين وهو جون هيتينغا لاعب أتلتيكو مدريد يخرج ويأخذ مكانه غريغوري ديربي. وكاد تكون من الفرصة كانت خطيرة جدا على إثر مخالفة وتلمس الشباك الخلفية للحارس حمدي القصراوي. شوفوا هاي التصويبة وما كانتش بعيدة برشا وأن بالنسبة للحارس المرمى مشالها كأحسن ما يكون حمدي القصراوي. تلاحظوا بالنسبة للمخالفات والكرات الثابتة دائما وابدا تشكل خطورة في كرة القدم الحديثة وربما بالنسبة للاعبين حاليا في كرة القدم العصرية مطالبين بعدم القيام بالأخطاء لما تكون على مقربة من المرمى. ترجع الكرة من إيدسون. إيدسون مع عصام جمعة. عصام جمعة يحاول يشيخ هذه الكرة مجهود طيب وثم وليد تايب لكن قبل ذلك ثم مخالفة يعلن عليها الحكم الدولي السيد عصام عبد الفتاح. سلاح فعال ولا الكرات الثابتة بطبيعة الحال يولي الممرنين الكل ينبهوا الفريق نتاعهم باش يتفاداو قيام بالأخطاء الفردية اللي معناها منح الفريق المنافس الحصول على المخالفات ويجيب بها الأخطر بطبيعة الحال. إذا كان نعرفوا الكرات الثابتة أصبحت معناها سلاح كبير للعديد من الفرق لما تلقاش الثغرات الكافية في وسط اللعب. بابل معاه يهرب على وليد. بابل شوفوا ثم كذلك زوز لاعبين على الاجنحه سواء بابل من جهه اليسرى او روبن اللي اصبح من جهه اليمنى شكلوا خطوره كبرى على دفاع المنتخب التونسي بحكم زاد الفني الكبير. رجع الكره الى دا سيلفا. سكارس الان. سكارس
ترجع من دا سيلفا والكرة تهرب على روبان ومازالت الكرة بحوزة المنتخب الهولندي عن طريق الآن إيدسون ماتيسان أوير كرات كما تلاحظوا دائما ودائما قصيرة توصلوا مباشرة اللي دخل منذ قليل غريغوري ديرفي ماتيسان ترجع الكرة طويلة باتجاه بابل معه الجعايدي الجعايدي ويلتجئ ويضطر إلى إخراج الكرة على مبدأ السلامة ويخرج الكرة مباشرة في التماس. لاعبين كما قلت أنت توفيق لاعبين يساري على الجهة اليمنى ويميني يلعب على الجهة اليسرى هذه طريقة معناها بتاع السنوات الأخيرة بما أنه إذا كان يميني على الجهة اليمنى يحاول يكون جناح يوصل للخط الخلفي ثم يرفع لكن لما يكون يساري يحاول يدخل يقدر واللي عنده الفرصه باش يرفع بالكره بالرجل اليمنى اللي هي الرجل الضعيفه معناها بين حوسين رجل ضعيفه ثم عنده الامكانيه زاده باش يدخل لداخل ال 16 متر من ثم من هنا يقوم بالواحد اثنين يقوم بالواحد اثنين ثلاثه يصوب معناها اكثر امكانيات هجوميه. شفنا كذلك بالنسبه لروبن منذ قليل كان صوب الرجل اليمنى وهو يحدق اللعب بالرجلين بالساقين وثم في الشوط الاول لاحظناه كيفاش يغير من الناحيه اليمنى الى الناحيه اليسرى ولكن في الشوط الثاني اصبح في الجناح ايمن في حين الجهه اليسرى كانت دوما وابدا للاعب بابل اللي شكل خطورة كبرى خصوصا على المدافع الأيمن السويسي. صحيح الشوط الأول كان يلعب هو وفان بيرسي زوز يساريين كانوا يغيروا مع بعضهم الشوط الثاني ولا فان بابل يلعب على اليمين على اليسار بما أنه يميني ولا مع خذاو كل واحد مكان نتاعه أكثر. نتذكروا هذه في التسعينات قام بها كرويف مع ستويشكوف ومايكل لاودروب كان يغيرهم ستويشكوف يساري يحطوا على يلعب على اليمين ولاودروب يمين يحطوا يلعب على اليسار مع روباريو كان عملوا بها نتائج كبيره جدا وقتها في برشلونه كرايف. فعلا وبرشلونه كرايف الى حد الان تلعب بنفس الرسم التكتيكي مهما كان اسم المدرب ونعرفه كثير أيه. من المدربين من اصل هولندي دربوا الفريق الهولندي الفريق الاسباني برشلونه ويلعبوا ديما بطريقه 4 3 3 وبقوا اوفياء لهذه الطريقه التكتيكيه. ترجع الكرة ماتيزان يغير كليا وتمشي كرة مباشرة إلى اللاعب رقم 19 غريغوري ديرفيل ترجع كرة إلى دا سيلفا هانتلار مباشرة إلى ديرفيل يحاول باش يوزع وبعيدة وتكون كرة ضربة مرمى لفائدة المنتخب التونسي. وصلنا الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة في وقتها الأصلي والنتيجة إلى حد الآن هدف مقابل هدف. هنتلار كان افتتح النتيجة لفائدة المنتخب الهولندي ورد عليه جمال الساحي بتصويبة قوية وتكون النتيجة إلى حد الآن هدف. رادي جعايدي طويلة في اتجاه عصام جمعة وقبل ذلك ثم مخالفة ضد عصام جمعة يعلن عليها الحكم الدولي السيد عصام عبد الفتاح اللي كان وجه منذ قليل انذار إلى عصام جمعة. وعصام عبد الفتاح ومواليد 30 ديسمبر 65 دولي منذ سنة 2001 وشارك في كأس أفريقيا الأمم سنة 2004 و2006 وكأس العالم كان سنة 2006 مباراة وحيدة فقط أستراليا واليابان وكانت انتصرت أستراليا على اليابان 3-1. انتبهوا هذا الهجوم وتم باهي من حسين الراقد وكانت طيبة جدا توصل عصام جمعة لكن لا تقص من أوير في آخر لحظة كان يكون هذا هجوم سريع. دا سيلفا طويلة وعمار جمل قلت بالنسبة إلى الحكم الدولي السيد عبد الفتاح كان تعرض إلى إصابة حرمته من المشاركة في الدورات الإفريقية الأخيرة وكان داوى حتى في تونس وتحديدا في مدينة سوسة. ماتيسان اتجاه إيدسون وتدخل طيب وناجع من جانب وليد تايب لاعب عنده اندفاع بدني. هنتلار سحب الهدف الهولندي السويسي وترجع من حسين الراقد
وسين الرجد على مستوى الدفاع والتغطية الدفاعية قاعد يقدم في مردود طيب جدا، وكذلك حتى بالنسبة لعملية بناء العمليات الهجومية قاعد يقدم في دور، تهرب الكرة على وسام يحيى وتخرج الكرة تماسي في المنتخب التونسي. بطبيعة الحال بالتمركز الجيد الشوط الثاني خاصة تاع وسام يحيى، ظهور حسام يحيى دخول بالعيد جانب العيد وليد التايب بطبيعة الحال على اليمين، هذا معطاه أكثر رجعة هجومية وعطاه أكثر مساحات لعب للمنتخب التونسي، حتى المساحات كانت الشوط الاول كانت ضيقه برشا بالنسبه للمنتخب التونسي، الشوط الثاني لقى ولا يولي اللاعب من الخلف لما يلقى الحركيه امامه اللي حكينا فيها الشوط الاول العديد من المرات ولات موجوده، يولي عنده اكثر حلول لتمرير الكره لزملائه. تجاني بالعيد قاعد ملقى على الميدان نتمنوا باش يقوم لاباس ويضطر وليد التايب لاخراج الكره حتى يمكن زميله تجاني بالعيد باش يخرج الكرة. سكارس يخليها إلى إتسل، إتسل في إرجاع الكرة إلى اللعب، ربما يزبط يرجعها الكرة إلى المنتخب التونسي على أساس أنه وليد التايب خرجها عنوة حتى يمكن زميله، هذا ما تم بالفعل وتوصل الكرة مباشرة إلى حمدي القصراوي. حمدي القصراوي يفضل تمرير الكرة طويلة في اتجاه عصام جمعة وثم وليد التايب يخدش عليها. نذكر بالنسبة لحضرات النظرة الكرام وأنه على إثر هذه المباراة باش يكون عندنا تحليل فني مع كل من أحمد المغيربي وسمير السليمي ورازي الجنزوعي في التنشيط في هذا الاستوديو اللي ركزناه هنا مباشرة في ملعب مدينة 7 نوفمبر برادس. تجاني بالعيد، تجاني بالعيد وتفتك منه الكرة وتكسر الهجوم عن طريق روبن ومعها عمار جمل. روبن أما دا سيلفا يطلب الكرة وتجي باهية من عمار جمل يقص هذه الكرة في الوقت المناسب وبانقضاض انزلاقي يقص هذه الكرة، وفي هذه اللحظة بالذات كذلك يعلن الحكم المصري عن نهاية المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لهدف. اجمالا اذا نجم نقولوا اختبار طيب بالنسبه للمنتخب التونسي باعتبار قيمه المنتخب الهولندي اللي يعتبر من احسن المنتخبات العالميه، وان شاء الله على كل حال المنتخب التونسي اكيد وانه ظهرت بعض النواقص خصوصا خلال الشوط الاول. وامامنا اذا احمد، تفضل احمد. توفيق، شكرا. انا معايا ايمن الدمعي اللي شارك لي اول مره مع المنتخب. ايمن، كيفاش لقيت روحك اليوم؟ اليوم سيت ان ماتش ديفيسيل جو بونس بور تو الموند، اون ا بوكو ديفوندو و اما جون ا بوكو كوري اون سي باتو وان شاء الله جو بونس كو بور مو بيرسونيلمون جي بوزوان دو روبير انكور وان شاء الله ان شاء الله افيك لو تان ان شاء الله سا فا اتر دو ميزون. عملنا دوزيام مي تان اكستراوردينير. ايه دوزيام مي تان طيارة بيان، دوزيام مي تان تبارك الله الاولاد لعبوا ايزو اتاكي بيان وما خافوش ولي اتاكون ايزو بيان كاردي لو بالون سيت امبورتون لينا. علاش ما لعبناش هكا من الاول؟ خاطر من الاول بالك وخرنا بزاف، وخرنا برشا وكي نوخروا خلينا لهم ليسباس ومن بعد دوروا الكره من بعد سيتي ديفيسيل بور نو. تفضل توفيق. اذا كان هذا تصريح خاطف لايمن الدمعي اللي قال ان شاء الله بالنسبه لي هو اول مباراه واتمنى يكون قدم طيب جدا، واعتقد كذلك انه بالنسبه للشوط الثاني كان احسن من الشوط الاول. على كل حال احسن ربما ان شاء الله يكون اختبار جدي قبل مباراه المنتخب التونسي اللي ذكرتكم بها باش تكون امام كينيا يوم 28 مارس، يوم 6 جوان امام الموزمبيق، يوم 20 جوان امام نيجيريا، يوم 5 سبتمبر تلعب في نيجيريا مع تونس، ويوم 10 اكتوبر تونس وكينيا، واخيرا في الموزمبيق يوم 14 نوفمبر. وان شاء الله الكل المنتخب التونسي يتمكن من الترشح. مرحبا بكم اذا مجددا ملعب 7 نوفمبر برادس، التحليل الفني على مباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي اللي انتهت منذ قليل بالتعادل 1-1، مباراة 94 اللي كنت شاركت فيها انت سمير سليمي كانت فات 2-2. اذا هذا التعادل الثاني مع المنتخب الهولندي. ذولي تبدلت الامور في الشوط الثاني سمير، تحسن المردود سواء الدفاعي في نص الملعب او المردود الهجومي، تغييرات كما قلنا في الشوط الاول كانت في محلها، دخول عصام جمعة في الهجوم قام بمردود ممتاز جدا وتحرك على كل الواجهات وكان قوي في الثنائيات والكرات المشتركة وعطانا حلول إضافية هجومية.
وسام بن يحيى في نص الملعب اعطى توازن نوعا ما وصار فريقنا اكثر ربما يلعب كره اكثر وتحسن المردود في الشوط الثاني. ملاحظه اللي الفريق الهولندي غير نوعا ما من اسلوبه. وعطى بعض الشيء للكرات الطويله خلف المدافعين. صحيح نستقبلوا اللاعبين. اقعد خالد في ثمانين هولندا عندك وسام. مرحبا بك وسام. يعني هكا فكره مع المباراه كيفاش كان الشوط الثاني في لعب الشوط الثاني حسن اداء المنتخب برشا في الشوط الثاني ومقارنه بالشوط الاول. صحيح المباراه كانت حماسيه خاصه في الشوط الثاني ما دخلناش مليح في الشوط الاول الحمد لله ربي وفقنا بعد الشوط الثاني لعبنا كره خلينا المدرب حط كره في القاعه ولعبوا ذاك الفائده يدري دخلنا خايفين شويه ذاك باش ما قنعناش في الشوط الاول الحمد لله الشوط الثاني حطينا كره في القاعه وركزنا كما يلزم الحمد لله يظهر نتيجه ايجابيه بالنسبه للمنتخب قبل ما نمشي للكينيا. مريور هانزلر اللي سجل هدف يظهر لي بالذكريات. هو حلو ديما هولندا علاش نجم تعمل زوم صغير ديما المنتخب الهولندي كي يلعب ديما يخلي الذكرى في المريول ديما تلقى علم تاع الفريق اللي يلعب ضده. تعطي الميكرو الخالد. خالد لعبت اليوم رينيك عندك تعليمات كونك ما تطلعش ما تساهمش في البناء الهجومي تقعد معناها في معناها موقع الدفاع نتاعك 100% اليوم رينيك قدمت بالكل. والله معناتها يظهر لي معناتها دخلت نورمال معناتها كالعاده الترينر عطاني التعليمات معناتها قال لي معناتها ماذا بك تلعب من بلاستيك معناتها خاطر يظهر لي عندهم روبن و معناتها وبابل معناتها ديزي ديزي ديزيلي رابيد شوي معناتها قال لي رد بالك ومعناتها هذاك اللي خلاني ما نطلعش برشا. قال لك رد بالك ولا قال لك ما تطلعش؟ لا قال لي رد بالك. انت رديت بالك برشا هذول. ما عليه ما طلعتش بالكل ما لقيتش فرصه باش تطلع ما حاولتش باش تساعد زملائك في البناء الهجومي ولا ربما خذيت معناتها قعدت تحتات اكثر من اللازم. صحيح معناتها قعدت نحتات برشا كما قلت لك معناتها جوار رابيد برشا هما يظلوا ما يرجعوش معناتها اذا كان باش نطلع انا معناتها نضيع الانرجي بتاعي في طلوع مثلا ومن بعد كيفاش نرجع باش ترسيلي معناتها نتعب شويه هذاك عليا معناتها. خالد السويسي مرة في لعب محوري مرة يلعب على اليمين وين تلقى روحك خير؟ والله يا ستوبر بزاف الحال محوري كيما قلت انت ستوبر نلعب انا من اللي جون معناتها نلعب ستوبر ذول اللي عندي توا عامين نلعب معناتها وليت نلعب لي دو بوست ما يقلقنيش معناتها. سامحني ان ناخذ نعاود نرجع لوسام يحيى ونخليكم تمشي وسام اذا مشاركه مع المنتخب كيفاش لقيت روحك اليوم في المنتخب كيفاش حسيت روحك اليوم مع برشا جدد في المنتخب الوطني التونسي ثم تأقلم مع اللاعبين اللي يلعبوا في بطولات اجنبيه؟ مجموعه كبيره يظهر من تونس وخارج تونس يلزمنا ديما نكونوا تحت الطلب يظهر المدرب مازال حسب رايي ما لقاش يظهر لي التشكيله المثاليه قبل ما نمشيو لكينيا ان شاء الله هذا كل باش يعطي فكره للمدرب ويوضح له صوره باهيه باش المقابلات الرسميه نكونوا حاضرين كما يلزم. يعطيك الصحة وسام خليك انت خالد شكرا ليكم. اذا نجيك سيد احمد رايك في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني بصراحة خير من الشوط الاولاني زاد برشا فيه نسق تغييرات اللي وقعت في الفريق التونسي غيرت وجه الفريق فهمت حتى الصبغة نتاع اللعب الكيفية نتاع اللعب تغيرت اقل كرات تضيع عملوا الضغط في وسط الميدان فريق التونسي كل ما تفكلوا الكرة يرجع لوسط الميدان نتاعو باش يخلي الفريق الهولندي هو اللي يجيه ومن غاديكا يضغطوا عليه. قلقوا الفريق الهولندي زيد الفريق الهولندي خرجوا وقعت ستة تغييرات كانت التشكيلة المثالية نتاعو هي في الشوط الأولاني معناها فيهم حتى برشا ملاعبين جدد لقاو مشاكل مع الضغط اللي عمله لهم الفريق التونسي في وسط الميدان. وسام يحيى وبالعيد معناها قاموا بدور فعال بتنشيط هجومي وبالكيفيه هذه قلقوا شويه حتى الدفاع نتاع الفريق الهولندي. معناها بقطع النظر على النتيجه معناها رينا فريق تونسي في الشوط الثاني على الاقل كان يهاجم كان يطلع بزوز وثلاثه مهاجمين. بالنسبه للظهيرين حتى اذا كان ما طلعوش القدام من حقهم ولا من حق الممرن باش ما يخليهمش يطلعوا القدام خاطر الزوز لاعبين اللي يلعبوا على الاجنحه روبن وفون بيرسي ما همش ملاعبيه هكاك وبرا معناها تخلي لهم
ميترو فضاء نجموا يعملوا العجب في الدفاع التونسي. وكما قال الولد السويسي لولا قدم زوج مترو ولا قدم حتى 10 مترو باش يعاون الهجوم نتاعو يزمو يعاونوا في الجنب نتاعو ما نجموش يعاونوا سواء كان هو ولا الجمل. الحالات اللي خرجوا فيهم ما خلقوش فيها مشاكل للفريق المنافس، خير باش يكون دفاعين يكون ولو مردود ودفاعي كان ممتاز بصراحة، ما غلطش ما قامش بهفوات ما جازفش نقوله زاد ما جازفش لكن هذه في مقابلة ضد هولندا المعطيات تتغير كي تلعب مع كينيا ومعنا نوادي أخرى. سمير وقتاش غير المنتخب التونسي يلعب على النسق الشوط الثاني مباراة كاملة، هذا هو اللي ناقصنا هذول إلى حد. المنتخب التونسي ينجم يلعب شوط يمتع فيه الجمهور يعمل جمل تكتيكيه حلوه ياسر يسجل الاهداف يلعب لعب هجومي، لكن ما نراوش منتخب تونسي 90 دقيقه يلعب بالنسق هذا. صحيح وملاحظه في محلها، وربما العامل النفسي او التركيز عنده قيمه كبيره في المواضيع هذه. واحنا في حاجه المنتخب التونسي يلعب 90 دقيقه مباراه كامله ما يلعبش شوط اول ثم او يلعب شوط ثاني، او ربما تغيير بعض التغييرات اللي اعطت اكثر ربما للمنتخب التونسي طابع هجومي اكثر ربما. يوصل الان سيد امبرتو كويلو مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم. بونسوار. بونسوار. كومون فو افي فيكو لو ماتش؟ Je pense que c'était un bon match. Un match très, très intense avec une grosse équipe. Une équipe qui contrôle bien le ballon, qui fait jouer. Que ça... Enfin, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, avec des joueurs extraordinaires. Et là, mais je pense que les premières mi-temps, on était très bien dans l'organisation défensive. Mais on a eu du mal à sortir parce que je pense que les joueurs ils étaient un peu tétanisés. Ils étaient un peu, enfin la Hollande. C'était pas vos instructions? Non, non, non. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a changé. On a vraiment, parce qu'on avait du mal. Peut-être aussi par la force de la Hollande. Ça, il faut le dire. Mais je pense qu'on peut mieux faire. Et en deuxième mi-temps, on a sorti. On a bien. Les lignes, ils sont montées. Et c'est ça que je veux, et c'est ça que je pense que dans le futur, on va encore faire mieux. Mais ça nous donne beaucoup d'espoir pour faire, parce que quand on voit dans cette équipe et dans ce groupe qu'il y a 6 ou 7 joueurs qui sont d'avant mon arrivée, hein, dans cette une équipe très jeune, et on le sait que pour faire une équipe, et pour renouveler une équipe, c'est pas facile. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est difficile, mais l'attitude des joueurs, pour moi, c'est très important. Ils ont une attitude extraordinaire. سيد كويلو قال انه في الشوط الاول كنا ربما منظمين اكثر، لكن قال انه اللاعبيه كانوا خايفين ربما شويه في بدايه المباراه. قلت له كانت هذه تعليمات ربما مش ما يقدموش باش ما يلعبوش تبع الهجومي. قال لي اللاعبيه ربما خايفين شويه في اول المباراه، لكن قال بعد الشوط الثاني بدلنا برشا حاجات وقربت الخطوط لبعضها ولا الفريق يلعب اكثر خطه هجوميه. مسيو كويلو جوسكا مينون vous avez participé 41 joueurs quand même. Oui. En 6 matchs, est-ce que vous avez une idée sur l'équipe type qui va affronter le Kenya? Oui, je pense que oui. Maintenant, après ce match, on a déjà une équipe type et on a déjà une ossature. Et après, comme je dis, et on a 80%. Après, on laisse 20% pour des joueurs qui sont en forme, pour des joueurs qu'on voit dans le championnat ou à l'étranger. Et comme ça, bon, on a toujours 3 ou 4 joueurs qui peuvent bien rentrer dans le groupe. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que si Bosaïdi et Mikari sont blessés, qui sont des joueurs qui font partie de ce groupe. Alors, je pense qu'on a une trentaine qui sont prêts à jouer. D'accord, parce que 4 défenseurs fixes qui n'ont aucun apport offensif, surtout les 2 latéraux, ce n'est pas la philosophie de Coelho, ça. Non, mais en deuxième mi-temps, attention, parce que de l'autre côté, quand on a un Coit, un Robben, et un Van Persie et un Schneider, un Van de Vaart, qui jouent dans les plus grosses équipes du monde, quand même, il faut d'abord défendre. Et après, on attaque. Et c'est ça que ma philosophie, c'est celle-là. D'abord, mes défenseurs, ils doivent bien défendre. Parce que s'ils défendent bien, les autres, ils peuvent bien attaquer. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Et dans le futur, je pense qu'on a gagné 2 bons joueurs aujourd'hui. Gemel et Suissi, ils ont très bien joué.
parce que les adversaires, c'était des bons dribbleurs, des joueurs rapides. Ils ont montré de la classe. سألت وقلت لحد الآن ضربت 41 لاعب في المنتخب في 6 مباريات عندك شي فكرة على التشكيلة الأساسية للمنتخب اللي باش تواجه ربما المنتخب الكيني يقول لي صحيح جربت برشا ملاعبين لكن الآن عندي فكرة كبيرة عنده تقريبا 80% من التشكيلة الأساسية ومن اللاعبين الأساسيين اللي باش يكونوا متواجدين في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قلت له زاد أنه يعني خاصة الظهيرين ما يطلعوش ما يساندوش الهجوم ماهيش فلسفة كويلو في كرة القدم حسب ما كان يقول لي صحيح يقول انه فلسفه نتاعو هو يلزم المنتخب يدافع مليح ومن بعد يتعدى للمرحله الهجوميه سيدي احمد عندك حاجه نو ما سول كيستيون سي كيل سون فو ساتيسفاكسيون دون سو ماتش او مي ساتيسفاكسيون سي دي جوور خرج منهم المباراه هذه سون دي جوور كي سون رانتري كوم جمال باغ اكزومبل اي سويسي كي فون اي مون دوني دي ساتيسفاكسيون سي لانجاجمون دي جوور دي ليكيب Dans toute l'attitude collective, parce que je pense que c'est très important dans une équipe. Pour moi, le plus important, c'est le collectif. Et je pense que la satisfaction que j'ai eu un groupe de joueurs, ceux qui ont débuté le match et ceux qui ont rentré en deuxième mi-temps, qui ils ont tous tout donné, ils étaient regroupés, ils étaient solidaires. Et ça, c'est le début de construction d'une bonne équipe. يقول خاصة أنه راضي تمام الرضا على مردود السائح يقول حسب طبعا السيد كويلي يقول أنه يعني بدا يحس تم تأقلم بين اللاعبين في المنتخب بداوا يستانسوا بعضهم أكثر وهذا بالنسبة لي من الإيجابيات نتاعو دمعي كامو اسكي فون بارتي دي 80% دو يفون بارتي دو جروب اه داكور Ils font partie du groupe. J'ai un groupe de joueurs, ils font partie et c'est bien. Est-ce qu'il y aura d'autres convoqués, de nouveaux joueurs qui seront convoqués pour le Kenya ou non c'est, Vous allez vous contenter de ce groupe. S'il y a des joueurs, comme je dis, il y a toujours 20% dans une équipe nationale, il y a toujours 20% de place. S'il y a des joueurs qu'on voit qui sont en forme, parce que pour gérer une équipe nationale, et nous, on n'a pas tous les jours les joueurs. Alors, il faut voir comment ils jouent dans les clubs. Il y a des joueurs qui ne sont pas en forme à certains moments. Il y a des joueurs qui ne s'adaptent pas à certains matchs. Alors, tout ça, il faut le penser. Il faut vraiment, après, avoir la décision. Et j'espère avoir la bonne décision. D'accord. Samir ? عندك متصل سيد كويلو الاسئله كل تقريبا سالتهم انت والملاحظات كلهم اللي كنت باش نسالهم طلعت على راسي احسن حاجه دونك اون فو ليس مسيو كولو فو افي كونفيرونس دو بريس دانيير كيستيون سي فو بلي سي خاطر الصحفيين سالوا في لوت تفضل Tous les joueurs que vous avez convoqués, c'est-à-dire les joueurs qui jouent à l'étranger, sont tous compétitifs Vous savez, aujourd'hui, on a des difficultés. Il n'y a pas que nous, par exemple. Hier, si vous avez vu Brésil-Italie, Ronaldinho ne joue pas à Milan. Il ne joue pas à Milan, il joue dans l'équipe du Brésil. C'est ça le football actuel. Mais c'est Ronaldinho. Nous aussi, on a une équipe qui n'est pas le Brésil. Il faut voir. Nous, on n'est pas le Brésil. Nous, on est la Tunisie. Alors, il faut voir. Il faut gérer. Je pense que les joueurs, tous les joueurs qu'ils ont joué, et ils ont presque tous joué les derniers matchs aux 90 minutes, aux 45 minutes. On a des joueurs, on a les statistiques de tous les joueurs et on les accompagne tous les week-ends quand ils jouent et quand ils ne jouent pas. Bien sûr que beaucoup de fois, comme je vis, j'ai fait la convocation la semaine dernière, avant ce week-end, Et la plupart des joueurs, ils ont joué 90 minutes. Et ceux qui n'ont pas joué, il y a des motifs pourquoi ils n'ont pas joué. Et je le sais parce que j'ai contacté les entraîneurs, j'ai contacté aussi les joueurs et j'ai parlé. Et c'est pour ça qu'il faut gérer tout ça. Je vais continuer à gérer et j'espère qu'on va gérer bien. Seulement, je voulais dire une autre chose, si me permet, c'est le public. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un public, on a eu Lola, on a eu la fête. Et c'est ça que je veux en équipe nationale. Je pense que les joueurs, ils sont contents d'être là, ils s'engagent, ils ont une bonne attitude. Et j'espère que le public soit avec nous. C'est ça le football. C'est la fête du football. Et aujourd'hui, je pense
que j'ai pas vu jusqu'à maintenant d'Ola dans le stade de football. Et alors aujourd'hui j'ai vu une Ola et ça m'a fait plaisir parce que ça me rappelle quand ça a commencé en 1970 au Mexique avec le Brésil. Merci. On aimerait bien voir 60 000 merci. La prochaine fois. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci chance. Beaucoup. Merci beaucoup et bon courage, bonne chance. Bonne et dan Said Kouelou قال لك قلت له انت اللاعبين الكل قاعدين يلعبوا حاضرين معني في باش يكونوا ضمن المنتخب عطاك مثل قال لك رونالدينو ما يلعبش في ميلانو لكن البارح كان اساسي في مباراه كبيره ياسر في الحقيقه البارح بين البرازيل وايطاليا في 2-2 لصالح البرازيل لكن قلنا له هذاك رونالدينو قال حتى احنا رونالدينو نتاعنا هما الملاعبيه هذوما اللي عندنا ومازال كانه يبحث في السيد كويلو على لاعبين اخرين وقال انه واحد احمد صالح اذا كان عندك شكون معاك تدخل خاصه المنتخب الهولندي تفضل احمد رازي معايا فرانك ديبور المدرب المساعد فرانك وات دو يو ثينك اباوت ذا جيم Yeah, I think if I have to analyze the game, I think the first half was a little bit, from our side that we had a lot of ball positions, and but I think we weren't, not so dynamic. That what I mean is that we didn't create a lot of chances. We were a little bit too slow, especially more in the front. Behind was quite okay, but then we came in the midfield. There was not too much move. What has captured your interest in the Tunisian side? I think they only defended. I think they have only had one chance. Or chance wasn't a chance. It was the great shot, of course, the great goal of the Tunisian player. But still, I think they were very aggressive. I think that's always positive if you want to play against a team of Holland. Sometimes they went, I think, a little bit too far, but. I have a lot of respect how they did play, and hopefully for them it's a good result, and for the future hopefully they can bring every time a little bit more. Thank you very much. Razi, أترك لك مهمة الترجمة. عليه تترك لي مهمة علاش ما ترجمش انت يا اخويا علاش تترك لي مهمة الترجمة يا اخويا بيه فرانك ديبور بالنسبة للسؤال أحمد صالحي خاصة قالوا شنو اللي عجبك في المنتخب الوطني التونسي شنو اللي شد اهتمامك في المنتخب الوطني التونسي خمم برشا بعد قال الفريق دفاعيا منظم عجبه قال جاتهم معناها فرصة كبيرة وعن طريق نجم نقولوا معناها كوتشانس كبير يعني التسديدة نتاع جمال الساحي معناها قال حاجة ما تعاودش ديما لكن قال ربما نتيجة طيبة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي خاصة أكثر منها للمنتخب الهولندي تعليقك توا سمير بعد ما كان بحذنا السيد كويلو والحوار اللي كنا جرينا معه كيفاش ترى مستقبل المنتخب الوطني التونسي والله كلام المدرب الوطني كلام معقول منطقي يقول انه 80% من الفريق موجود عنده نسبه 20% للتغيير بعض اللاعبين يقول انه ال 20% هذه تبقى للاعبين الاكثر استعداد واللي حاضرين وهذا منطقي جدا لكن اللي نشوف فوق الملعب نشوف فما عديد من التغييرات فهمت نشوف عديد من التغييرات فاذا كان الفريق اللي عنده 80% هو يفكر فيه موجود ما ريناهش اليوم تقريبا وريناه ما نعرفش بالضبط هذا سؤال والسؤال الثاني الملاحظه الكبيره اللي قالها سيد احمد في اول التحليل نتاعو قال انه في بعض اللاعبين اللي همش يلعبوا في الاماكن نتاعهم يعني بعض اللاعبين ما همش يلعبوا في الاماكن نتاعهم لكن رغم هذا نقول هو فسر شويه قال لي انا مزوز مضروبين البوس عادي والميكيري وكانه معناها يحب يقول كون البوسعيد والميكيري متواجدين في التشكيله الاساسيه وهذيك الخطه نتاعو ربما زوز ظهيرين معناها هذيك المهنه نتاعهم ظهير. بالضبط والمردود بصفه عامه في الشوط الثاني نحب نرجع للشوط الثاني يقول المردود تحسن بنسبه كبيره غير نوعا ما المنتخب الهولندي من اللعب نتاعو صار يلعب لعبات قصيره ثم يغير بالكرات الطويله.
في بعض الحين خلف المدافعين نتاعنا، لانه يعني نلاحظ انه عمق دفاعنا ربما بين حقي وجعايدي ربما فما ثقلنا وعملنا فصار يلعب لهم الكرات اللي خلف اللاعبين ثم يغير من اليمين اليسار عن طريق كرات تاع 40 35 متر. الكرات الثانيه كانوا هم اللي اول على الكره والهدف كانت من كره ثانيه، التحامات للديويل هذوما في منطقه 18 كره رجعت وكره ثانيه تسجل منها هدف، وجات كره اخرى ربما كان يكون علينا الخطر. المنتخب التونسي كل ملعب وجهه مقابل المرمى المنافس، معناها المهاجمين نتاعنا اللي هما جمعه تايب في الشوط الثاني بالعيد كل ملاعبيه هذوما وقت اللي يكونوا متجهين للمرمى المنافس يكونوا مخطرين، كل ما يكونوا ظهرهم للحارس الهولندي ومقابلين الحارس المرمى نتاعنا يكونوا سلبيين. ولاحظت الحاله هذه تعدت وتكررت في عديد من المناسبات، فمنتخبنا كان خطير لما يكون مواجه المرمى ولما يكون عصام جمعه متحرك وسام يحيى يكون ملتالي. عمر الجمل تقدم الاول في الدقيقه 28 في الشوط الثاني وتقدم الثاني في الدقيقه 31. السويسي تقريبا ما تقدم ولا تقدم في 90 دقيقه. ربما السويسي لعب له بابل في مكانه، كان اختير ياسر بابل وإدسون جيزيري فكان اختار على السويسي ومكسر لاعب المنتخب الهولندي رتح روبل في الشوط الثاني ودخل رازي. ولعب مركز برشا على شيرا اليسار، هذاك علاش السويسي ربما في اخر 15 دقيقه كان ربما يقوم تغييره. احمد صالحي في مراوحه بين الرياضه والفن يظل بالفعل رازي هكا ترى فيها محادثه يعني بين جميلتين، الاولى هي الفنانه المشهوره والمعروفه امنه فاخر والثانيه هي شقيقه سامي العلاقي اللي للاسف اليوم ما لعبش. امنه شنو هي تو شنو علاقه الفن بالرياضه؟ اكيد علاقه كبيره بين الفن والرياضه، معناتها الفنان لازم يكون سبورتيف ولازم يكون يحب الرياضه ومتابع للرياضه بالخاصة الرياضه التونسيه والكره التونسيه اللي احنا ديما نشجعوها وديما نقعدوا في الاخر ديما توانسه. عجبك الماتش اليوم؟ والله عجبني وما عجبنيش، معناتها ما كنتش فرحانه برشا خاطر حبيت سامي يلعب اليوم اول ماتش واول كلنا جينا معناتها فهمي كل جينا يعني فرحانين ومش فرحانين. عندك شك هوني على الطاير على الدوزيام ميتون الباهي اللي عملوا ليكيب ناسيونال؟ يا احمد يا احمد شو غني معناتها؟ يا ليلة العيد انستينا، يا ليلة لا حياة العلاقي حياة كنت تتمنى سامي يلعب اليوم، ما جيت خصيص بالشرج فيه؟ أون بليس جيت معناتها جيت فوندغودي من ألمانيا باش نتفرج في سامي، بون على الغالب اليوم ما لعبش مي سي با غاف إن شاء الله المرة الجاية. ما عجبك المنتخب اليوم؟ إي عجبتني الأتموسفير والمرة في ستاد مع الفامي دونك عملنا جو. يعطيك الصحة حياة. رازي تفضل. أحمد بحذاك آمنة مازالت؟ نعم؟ امنه فاخر ما زالت هي امنه ما زالت لازم ما زالت خاطر قالت جينا من الفامي، هي من الفامي تاع سامي العلاقي؟ والله تو نستنى تابع العائله تاع سامي العلاقي. رازي قال لك انت تابع العائله تاع سامي العلاقي؟ والله تابع العائله تاع الكل، معناتها اكيد نشجع في خويا خويتي الزوز كريم السعيدي و كريم حقي وعصام جمعه، واكيد جيت زاد حبيت نتفرج في سامي وان شاء الله المره الجايه يكونوا العائله كل موجوده ان شاء الله. صح يعيشك ميرسي. لا بيه ما تقصد في العائله بصفه عامه هذا العائله الموسعه العائله الموسعه للمنتخب تفضل رازي عندك خط. المنتخب الهولندي نذكروا السادة المشاهدين انه هو مصنف الثالث عالميا زاد ما نساوش هذايا سيد احمد، معناها الاول اسبانيا الثاني المانيا والثالث المنتخب الهولندي، والمنتخب الوطني التونسي مصنف الان 45 في العالم والتاسع على المستوى الافريقي، وخرنا شويه في الترتيب ولانه قدمنا شويه مقارنه بديسمبر 2008 وكذلك ديسمبر 2007. معلومه كذلك بما ان في برنامج رياضي كما تعرفوا اليوم دارت انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا المنطقه الافريقيه، وللاسف مرشح تونس شمال افريقيا السيد سليم شيبوب ما تمكنش باش يكون متواجد في المكتب التنفيذي للفيفا، والمصري هاني ابو ريده هو اللي ترشح اذا وفاز بالانتخابات. على كل حال نتمنى حظ سعيد للسيد سليم شيبوب ونقول مبروك للمصري هاني ابو ريده. اذا كذلك باش نحكي معك شويه على مستقبل القاصرين ما دامك بحذينا ومشيت ورجعت. سيد احمد كلمه اخيره ربما حول المنتخب الوطني التونسي. على حسب كلام المدرب تويكا وهذا اللي كنت متوقعه معناها حتى سؤالي ما حبش نساله عليه، هو
هل عنده تقريب 70 مفروض اليوم في الوضع هذا يكون موجود عنده 70-80% من التشكيلة الأساسية؟ السيد قالها وحده من غير، وما ينجمش يكون ممرن مازال وشر على المقابلة كأس العالم وما عندوش 70-80% من التشكيلة، وكلامه صحيح اللي قاله. فهمت؟ تتبقى عندي ملاحظة صغيرة، نجم معناه نخير شخصيا مقابلات الفريق القومي. فهمت؟ كي يبدا صاد المنزه الحشيش نتاعو مريقل، الجماهير تجيب كفافه كبيره بالاخص في تصفيات كاس العالم، والجماهير في صاد المنزه يكونوا اقرب للملاعبيه. معناها هوني كي يجي فريق من الخارج عباره يلعب في بلاده. هذه ملاحظه، هذه وجهه نظر نتاعك سيد احمد. اي سمير، تو خليناك في مستقبل قاسرين، بعد سمير سليمي ما عادش في مستقبل قاسرين رسميا، نقولوا سمير سليمي ما عادش في مستقبل قاسرين. اي رسميا، وهذه فرصه نشكرك عليها سي رازي على التوضيح اللي صار. فقبلت المهمه رغم صعوبتها، تحولت المعسكر في سوسه، طلبت معسكر في سوسه لمده اسبوع للتعريف باللاعبين، نعرفهم ويعرفوني، قربت منهم اكثر. طلبت من الهيئه المدربين اللاعبين قبلوك بالقديم، انا فرحه كبيره ياسر، فرحه كبيره ياسر، التجاوب صار سريع، تربص ناجح من جميع النواحي. طلبت من الهيئه المديره توفير ممهدات النجاح اللي هي معروفه، توفير الراحه النفسيه للاعبين اللي هي مطلوبه في جمعيه تعاني من مشكل ومهدده بالنزول، اللاعبين عندهم بعض المشاكل الماديه الموجوده، فطلبوا مني الملاعبيه انه ندخل لدى الهيئه المديره. دخلت لهم تقريبا نهار الخميس، طلبت اجتماع نهار الجمعه، ما صارش اجتماع نهار الجمعه، طلبت اجتماع نهار السبت. قال لي الهيئه المديره باش يجيو نتفرجوا في مقابله، عندنا مقابله وديه مع ترجي جرزيسي. لعبنا المقابله، وبعد المقابله ما فما حتى حد من الهيئه المديره بكل اسف. طلبت اجتماع نهار الاحد في اخر يوم المعسكر، ما صارش اجتماع. طلبت اجتماع نهار الاثنين انا في تونس، على الاقل قلت اني وعدت من اللاعبيه اني نسوي لهم وضعيه نتاعهم، وطلباتهم بسيطه بصراحه، معناها مبالغ نعتبرها مبالغ ضئيله، فما صارش الاجتماع. اضافه الى عدم وجود مدرب حراس معايا في الفريق، الحراس الاثنين مصابين وما غير مدرب حراس، علاج طبيعي ماهوش موجود، عديد المشاكل الاخرى ما حبيش نتكلم فيها لان المقابله حساسه موجوده مع المستقبل هذا المسرح، ما حبيش نتكلم في الموضوع هذا، ولكن ريت انه من الصالح اني ننسحب من تدريب الفريق هذا. وفي المناسبه نحب نشكر الملاعبيه اللي قبلوني، واللي صار تجاوب كبير ياسر بيناتنا، واللي لو كانت ممهدة النجاح موجودة فمستقبل كاسرين عنده نسبة كبيرة من ضمان البقاء إن شاء الله، لأنه مقابلاته الجدول يخدمه الجدول، يلعب أربع مقابلات على ملعبه مع الفرق المهدة معاه. فبكل أسف نعتذر لأحباء المستقبل الرياضي بالكاسرين، ونقول لهم أنه فريقكم فريق ممتاز، المادة مشكل كبير في رقم الرصيد البشري موجود، الرصيد البشري غير كافي، ولكن ممكن نتعامل معاه بالثمانية مباريات الباقية، لأنه الرصيد البشري غير باقي، وأنا خذيت ترا أومارش كما يقولوا علشان الازمه باش تكبر اكثر ربما الان في مستقبل قاسرين، ممرن يخرج. انا نرى انه التفاف الاحباء بالفريق، نقول ما نعرفش شنو راي الهيئه المديره انه محمد طاهر قرميتي ولد الفريق وموجود ويعرف نفسيه اللاعبين وتعاملت معه اسبوع كامل، مدرب ممتاز وخلوق ونجم يفيد الفريق، فالاستمراريه لازم تكون، يظل لي هذا حسب رايي معاه. ما فماش حل اخر لان كان محمد. ثم الاهم من هذا ماهوش مدرب، الاهم من هذا هو الالتفاف على الفريق، لانه الوضعيه صعبه جدا بالنسبه للملاعبيه صراحه، تحدثت معاهم وضعيتهم صعبه جدا، وذلك الشيء اللي خلاني ننسحب اللي ونبعد على تدريب المستقبل هذا بقاسين. نحب نعتذر بالنسبه للجمهور المستقبل هذا بقاسين، أن نقول أنه حاولت جيت باش نعاون، حاولت أني معناها، ولكن إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. يعطيك الصحة سمير على هذا التوضيح، خاصة اللي حبي مستقبل القاسرين. هكا نوصل لختمة هذه التغطية من هنا التغطية لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب الهولندي اللي انتهت بتعادل هدف لهدف. نذكركم أن المنتخب الوطني التونسي الأمال كان تعادل كذلك اليوم العشية مع المنتخب الفرنسي بنفس النتيجة هدف لهدف، وطبعا المباراة كان دارت في الملعب الأولمبي بسوسة، والهدف الأول للمنتخب التونسي كان سجله أيمن عبد النور في دقيقة 8
38 والمنتخب الفرنسي كان عدل النتيجه عن طريق اللاعب جوك في الدقيقه 57 ولاعب فريق ليفربول. شكرا لك سيد احمد، يعطيك الصحه سمير، نتمنى لكم متعه بلقاءات وامتحه على الفضائيه التونسيه، تحيا دائما على قناه تونس 7، تصبحون على خير.